بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة. صدقوني حلقة فيها كلام مهم وكتير، نقاط كثيرة ستوضع على الحروف، أخبار جديدة سنكشف كل الحقائق. أهلا بك يا باشمهندس، وأهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة عنوانها نواصل الانتصارات ونكشف الحقائق. الحقيقة الفترة اللي فاتت مش بس فريق الكورة، على كافة الأصعدة الأهلي بيواصل الانتصارات، بيواصل الانطلاقة بقوة في كل المجالات. الآن تحديدا وإحنا بنكلم حضراتكم، محافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد في زيارة للنادي الأهلي، كابتن محمود الخطيب وأعضاء مجلس الإدارة في استقباله. الكلام كتير حوالين دعم المحافظ ومساندته لمجلس إدارة النادي لتقديم كل الإمكانات للنادي الأهلي علشان ينجز خطة إنشائية عملاقة هدفها إزاي يقدر ينمي البنية التحتية الرياضية، وإزاي يقدر يقدم أفضل الخدمات لأعضائه في كل مقراته يا باشمهندس. وهي مصلحة متبادلة. الأهلي ينمي، لا ينمي الأهلي فقط، وإنما ينمي محافظة القاهرة وخصوصا القاهرة الجديدة. صحيح. فأعتقد أن المنظور الاجتماعي والسياسي والحس العالي عند السيد المحافظ جعله من مجرد سلطة إلى شريك مهتم أن ينمو الأهلي هذا النمو ويفيد. دي لحظات طبعا استقبال السيد المحافظ في النادي، في النادي يستقبله العمري فاروق نائب رئيس النادي، والأستاذ محمد مرجان مدير عام النادي، ويعني بعض الأعضاء اللي كانوا موجودين لحظة الخروج. الحقيقة مجلس إدارة النادي اللي كان في استقبال السيد المحافظ كان الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ العمري فاروق نائب الرئيس، والأستاذ خالد الدرندلي أمين الصندوق، وأعضاء المجلس الأساتذة خالد مرتجي وطارق أنديل ومحمد الجرحي ومحمد الضماطي والدكتور مهند مجدي والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي. تم الاتفاق على أمور مهمة جدا. يمكن المحافظ أبدى سعادته الكبيرة بتلبية دعوة الكابتن محمود الخطيب لما كان زاره الأسبوع الماضي. كابتن الخطيب والأستاذ العمري فاروق كانوا زاروا المحافظ في مكتبه ووجهوا له الدعوة لزيارة النادي. الآن المحافظ بيرد الزيارة في هذا الاستقبال الحار والحفاوة الواضحة جدا. اعتزاز المحافظ القاهرة لما يكون عمدة القاهرة سعيد إن النادي الأهلي واحد من أهم معالم ومكونات محافظة القاهرة، وكون النادي الأهلي عنده هذا الارتباط بمجتمعه وبإقليمه وبمنطقته وبمسؤوليته المجتمعية تجاه وطنه. يا عزيزي إبراهيم، هبتديها يا عزيزي إبراهيم عشان نكمل الحلقة كويسة. أيوة. أليس محافظ مدريد سعيدا بوجود ريال طبعًا مدريد طبعًا يقدم له الدعم؟ طبعا، لأنه ريال مدريد هو عنوان صحيح مدريد. أليس محافظ الإقليم الكتالوني سعيد ببرشلونة؟ هو بيسوقه قدامه ويفيد منه في الوضع السياسي بتاعه. صحيح صحيح. عندما يكون نادي بحجم الأهلي مصنف على مستوى العالم في محافظة القاهرة، ما كان ينبغي أن توجد كل هذه المشاكل الماضية مع المحافظين. صحيح. من غرامات عشان رخص فعلا مقدمة، ولكن الأهلي بيسرع في العمل، منتظر ان هو مش بيبني حاجة استثمارية لنفسه، ده كان بيبني حمام سباح. أيضا يتحجز على أمواله لخلافات، فعندما تتوطد العلاقة من منظور المصالح المشتركة أعتقد فايدة للجميع. وإنت هتقول شوية أخبار رائعة نتيجة هذه الزيارة ستعلنها الأول، أنت ستنفرد بها الآن. شوف، تم الاتفاق بين محافظ القاهرة وبين مجلس إدارة النادي الأهلي على توقيع بروتوكول خاص لهذا التعاون المثمر جدا لمصلحة الوطن وبنيته التحتية الرياضية والاجتماعية. على أساسه المحافظ أبدأ استعداده لتقديم كل الدعم والمساندة للنادي الأهلي في إنجاز خطوته الإنشائية اللي بتستهدف بعض النقاط المهمة. يمكن تم الاتفاق سريعا على إنشاء جراج متعدد الطوابق في فرع النادي في مدينة نصر عشان يساهم في القضاء على مشكلة الزحام والركنة والدوشة. نقطة هنا نتوقف. مصلحة الأهلي بيخدم أعضاء، لكنها بالدرجة الأكبر هي مصلحة
محافظ القاهره. ايوه المنطقه اللي هناك بقت لا تطاق. صحيح. تخيل كل ده بقى تحت الارض في جراشات. شوف الانسيابيه والمرور. المواطن المصري مش بس مواطن القاهره، كل من يخطر انت او يخرج منها على المكان. السويس وعلى السخنه صحيح. وعلى منطقه حيويه، انت تساهم في حل مشاكل مروريه للمحافظه والمصر. وافق المحافظ على تسويه بعض الخلافات الماليه عن الفتره الماضيه. انتم عارفين انه في مشكله تاريخيه الحقيقه للاهلي مع محافظه القاهره، كانت في المجلس السابق او اللي قبله كمان استدعت في بعض الفترات الحجز على حساب النادي علشان تسويه بعض الامور الخاصه بالقيمه الايجاريه المستحقه على النادي. لان منذ لما يكون عند النادي الاهلي ادفع له فلوس عشان يستمر عندي هنا. صحيح. يعني انا النادي الاهلي مش عشان النادي الاهلي ونادي الزمالك كل الانديه الشعبيه يجب ان يدفع لها اموالا لتبقى في حضن المحافظه. يعني مش اعانات، لان تنميه هذه النوادي بيحل مشاكل كتير. صحيح. احنا بنتصدى مجتمعيا لكثير من الامور وبنرعى كثير من الامور المجتمعيه. وهو عمل سياسي من طراز غير مباشر. أي. لكنه شديد الاهميه والقيمه. دي حفيدة المحافظ، كانت يعني واضح ان هي اهلاوية قوي وحريصة على ان هي تيجي وتتصور مع كابتن الخطيب اللي بيديها تيشيرت نمرة 10. ايوه وسعيدة جدا بوجودها في النادي الاهلي. ايوه ربنا يخلي هذا الجيل الجديد اللي هو امل مصر باذن الله. فاتفق المحافظ على تسوية بعض الخلافات المالية عن الفترة الماضية، واكد المجلس دعمه بالكامل للنادي الاهلي في خططه الانشائية المتوسعة في كل المقرات اللي زي ما قلت لحضراتكم وزي ما أشار المهندس عدلي هي في الأصل خدمة للوطن، خدمة لأبناء الوطن، خدمة للمجتمع كله. في أي مشكلة بيتم حلها خاصة بالمرور بالجراشات بغيره هي في الأول وفي الآخر خدمة لكل أبناء الوطن، خاصة من مرتدي هذه المناطق سواء اللي في مدينة نصر أو اللي في الجزيرة أو اللي في أي مكان. مؤكد أنه لما تكون في انسيابية في الحالة المرورية في المنطقة ده بيعود بالراحة على الجميع. طب وجود النادي الاهلي بقى خلى المنطقه اللي هناك دي عامله ازاي؟ شوف التنميه فيها عامله ازاي؟ شوف سعر المتر بقى كام؟ شوف لما يروح منطقه جديده هيعمل فيها ايه؟ شوف التجمع، شوف انا كثيرا من الناس اللي بتشتغل في التطوير العقاري مهتميه جدا. الاهلي فين؟ هيبقى فين؟ هيتنقل ولا مش هيتنقل؟ طول النهار قلت لهم ده خبر هتقروه في الجرنات. انتوا بتسالوني ليه؟ الشطار عايزين قلت لهم يا جماعه يشتري قريب من الاهلي. انا محقق راس زيكم في الجرنات. لكن انا مش مصدر ان انا اقول لكم، بس ده معناه ايه؟ القيمه التسويقيه للاهلي. الناس كلها مهتميه طبعا. طبعا طبعا. فالمحافظ لما يدي لك اي ميزه هو بيخدم. انت عارف حتى في وسائل الاعلام كتير جدا. اصلا انا احب احط الحاجات في حجمها. ايوه. النهارده الرئيس عامل ميزات جامده جدا في الاراضي للمهاجرين بره انه يجوا يستثمروا في مصر. المصريين العاملين في العقار. العقارات. طب شوف تأثير وجود النادي الأهلي في المناطق دي هيعمل لك ايه في دي لوحدها. شوف مصر هتستفيد قد ايه. أيه. بإذن الله. كل بارقة اما تعمل لي يعني طريقين في قناة السويس، شوف بتنمي مصر قد ايه وتنمي المنطقة دي. لما تجيب حاجة زي النادي الأهلي في المنطقة دي شوف بتعمل ايه. هذا هو الفكر. وفي نفس الوقت ايه، وانت بتعمل بنيات تحتية وأساسية وطرق تسهل بتستشرف المستقبل لما هيكون الترافيك عامل ازاي والمرور عامل ازاي والميه عامله ازاي فالدوله تشتغل من جانب وانت واقف معاها من جانب اخر. درع النادي الاهلي تذكاري وعلم النادي الاهلي بيقدمه الكابتن محمود الخطيب للسيد المحافظ اللي واضح سعادته الكبيره بتواجده في النادي الاهلي. وزي ما قلت لحضراتكم الاهلي عنوان رئيسي من العناوين البارزه لمحافظه القاهره. الاهلي في كتير من وسائل الاعلام الاجنبيه والعربيه لما بيذكر يقول لك الاهلي القاهري عملاق القاهره، فدايما وابدا يذكر مقرونا بالقاهره. فانا اعتقد مزيد من التعاون، مزيد من المسانده، مزيد من العمل المشترك هو ده اللي يخدم مصر، وهو ده باذن الله تعالى اللي يدفع بعجله التنميه الحقيقيه في المرحله اللي جايه باذن الله. كابتن محمود الخطيب شكر المهندس عاطف عبد الحميد المحافظ على زيارته للنادي، وزي ما شفتوا حضراتكم بعد الجلسه دي مراسم توقيع البروتوكول، وده مهم عشان ما حدش يفتكر الزياره ووعد شكليه. ده فيها تفاصيل. آه. يتم التوقيع عليها دلوقتي. ازاي الاهلي يقدر يسهم
بجهوده بنجومه بمكانته بشعبيته بجمهوره بأعضائه في خدمة مجتمعه. ده اللي المحافظ كواحد ممثل للسلطة التنفيذية عايزه من النادي الأهلي. إزاي يقدر الأهلي يسهم بكل هذه المكونات المؤثرة له مجتمعيا في خدمة وطنه ومجتمعه، وإزاي المحافظ على رأس السلطة التنفيذية في المحافظة يقدر يقدم من الدعم والمساندة ما يسهل مهمة النادي الأهلي في إنجاز خطته التنموية. أنا أعتقد دي زيارة ناجحة جدا، الوشوش واضحة كاشفة عن حجم الحفاوة والترحاب، وأعتقد وجود وسائل الإعلام، النادي الأهلي النهاردة باشمهندس خلية نحل إعلامية، المحافظ مؤكد اندهش أول ما دخل عدد القنوات التلفزيونية، عدد مندوب الصحف والمواقع، الاهتمام الإعلامي مش طبيعي يا أستاذ إبراهيم. هو طبيعي ولكنه ما كانش موجود. أيوه. إنك أنت مشاكلك تتحل في توقيت واحد بطريقة واحدة في جلستين اتنين عشان تجري. بالظبط. بيتفق مع توجه الدولة، اجري. بالزبط. اللي تعمله في سنة اعمله في شهرين. بالظبط. اللي كان اللي زي ما بيقولوا ايه الريد تاي ده ولا البيروقراطية والشرائط الحمراء التي تعطل الروتين القاتل ده. كل ده بيتلغي دلوقتي. فما يجي لك محافظ يتواكب فلسفيا مع هذه الإرادة وهذا الفكر نسعد به ويسعد بنا بإذن الله. إن شاء الله مزيد من النجاح ومزيد من التعاون لإنجاز كل خطة تساهم في تنمية البلد. مصر محتاجة هذا العمل المشترك الكبير بجد. كل هذه الكيانات الكبيرة المؤثرة في المجتمع محتاجة إن إيديها تكون في إيدين بعض للمرحلة اللي جاية إن شاء الله. هي دعوة كمان. عشان يعني الأهلي لا يحتكر النجاح لكن يقدم النموذج اللي الآخرين عايزين يستفيدوا منه. بالظبط. محافظة الجيزة فيها الأهلي والزمالك. لابد أن يكون هذا التوجه أيضا بهذه الرحابة، بهذا الترحيب، بهذا التفاعل، بهذا بتبادل المصالح، هذه بالرؤية المستقبلية. يعني إذا كان من الواجب أن يبقى فيه من دلوقتي جراشات ولا حاجات تتعمل، الزمالك لو له حاجة يجروا يخلصوها له كده، عشان كل واحد في منطقته يساعد الدولة في حاجة. صحيح. أنا هنا أدعو للزمالك كما أدعو للأهلي، ليه لا؟ برضو في إطار المرحلة اللي جاية المهمة، الأهلي وزارة الداخلية بتوافق على العودة للعب في استاد القاهرة، ودي مسألة الحقيقة نقلة إيجابية مهمة جدا في إطار عودة الحياة الرياضية لمنوالها الطبيعي. مؤكد هذه العودة ليها بعض الضوابط، ليها بعض الطقوس اللي محتاجة تتنفذ، ليها بعض الاشتراطات. كان في اجتماعات كتيرة أعتقد الفترة اللي فاتت في ملف حضور الجماهير مباراة الأهلي ومنانا الجابوني 7 مارس في بداية دوري الأبطال. اتفضل. أنا أتيح لي أن أكون قريبا في اتخاذ هذا القرار. أيوه. وفلسفته، وقريبا أيضا في مفهوم الأهلي اختار استاد القاهرة ليه، ومفهوم أيضا مخاوف النادي الأهلي اللي لازم جماهيرنا تساعد في تبديدها. أيوه. النادي الأهلي هو اختار ملعبه استاد القاهرة، وإذا لم يتمكن يبقى السلام ثم برج العرب. حد من الثلاثة دول دي ملاعب النادي الأهلي. تمام. لما جه البطولة الإفريقية أراد النادي الأهلي إنه يضع أولوية لاستاد القاهرة. الأمن حط لك الطاقات الجماهيرية التي يشعر إنها هي دي اللي يقدر عليها يعني. تمام. 5000 متفرج بالنسبة لاستاد القاهرة. 15000 متفرج بالنسبه لدار السلام. استاد السلام. استاد السلام. اللي هو في استاد السلام. 40000 في برج العرب. والقرار عند النادي الاهلي. اول ما يتبادر لذهنك يقول لك ما تختار ب 40. طبعا. طب الجمهور بيقول انا بأعاني وانا بروح وبتكلف، والماتش اليوم ده بيكلفني فوق ال 250 ولا 300 جنيه رايح جاي وغدا، ولو بقى اسره ممكن يخش في اكتر من كده، ويا ريت نلعب في استاد القاهرة ونلعب في القاهرة. النادي الأهلي اختار ايه؟ أبو خمسة آلاف متفرج. واحد يقول لك ما هو ده تسويقيا، الأهلي يضحي عشان يرسخ شوية مكاسب. أهمها لا ده ملعبي بقى يا جماعة. وأنا هو بضحي بكل ده. أيوه. عشان أأكد إن ده ملعبي. واحد، أن يعود الأهلي استاد القاهرة عودة مستمرة. ثانيا يرسخ
للتواجد الجماهيري في حدود 5000 متفرج بقيه المباريات عند عوده الجماهير على الاقل. ايوه. فبقى مكسب تاني اهو. مكسب ثالث. ما يضطرش الجهاز الفني يسافر بدري يوم ويعمل معسكر قبليها ويسافر ليلتها او تاني يوم، فبيضيع يومين يستفيد بيهم يا في الراحه يا في التدريب في حاله اللعب في برج العرب. ايوه. رغم انه هيتيح لك اعداد اكتر، لكن المصاعب والحكمه الفنيه وفلسفه النادي الاهلي في انه يستشرف في المستقبل ويريح جماهير، جماهير القاهره هتيجي تقول لي ما جماهير الاقاليم، معلش ما جماهير الاقاليم مش هتضار قوي. ايوه. لان برضو ما احنا مش عايزين الزحف الضخم جدا اللي يجي وما لقيش تذاكر. فانت بتريحها من بدري بدري ان ما يتحركوش وما يتكلفوش. طيب عايزين ايه من جماهيرنا؟ كيف تكون شريكا في انجاح فلسفه واداره النادي الاهلي؟ انك تساعد على الالتزام ان يمر اليوم بنجاح. ايوه. طيب عشان يمر اليوم بنجاح الاهلي طرح ال 5000 تذكره على السيستم. ايوه. هتبدا الحجز على السيستم من 1 مارس. من 1 مارس. يعني طرح الفكره ان يطرح يعني. ايوه. القرار انه هيطرح. ايوه. يبقى إذا خلصوا ب 5000 تذكرة على السيستم فول ستوب، وعلينا جميعا جميعا أن نقبل بهذا القرار. أيوه. شكل القبول إيه؟ ما نرغيش كتير بقى. ما نضغطش على الناس ونهاجم ده ونهاجم ده ونهاجم الأمن ونهاجم مش عارف، لا. أيوه. نحط إيدنا مرة ونشعر إن إحنا نبقى شركاء. أيوه. مقدرين إن مشكلة استاد القاهرة إن الجماهير الغفيرة لما بتنفض بتنفض فين؟ يا في شارع النصر. يا في شارع صلاح سالم. ما تتحملش اكتر من انك يخرج من عندك 5000 متفرج في لحظه واحده. ايوه. من الناحيه الموضوعيه. أي. ولا انت تروح وبعدين، فانت لو رحت وما معكش تذاكر والتذاكر خلصت هتعمل مشكله. ايوه. فساعد الاهلي وساعد نفسك انك ما تروحش. اذا كنت بتحب الاهلي صحيح ساعده ان ينجح في هذا الامر. لان القرار بعد كده، طب ما فيش لعب في الاستاد. ايوه. هتحصل مشاكل، والمشاكل في مناطق مكدسه بالسكن، مكدسه معرض الكتاب، الصالات المغطاه، اللجنه الاولمبيه مكدسه، جامع الرشدان اللي فيه بيبقى مناسبات هامه جدا. فانت لازم تساعد الناس انها تؤدي عملها بدون مشاكل في الحدود اللي التزمت بيها. ما تلوموش حد ما التزمش. ايوه. باكثر من 5000. ايوه. فمن فضلكم اليوم يعدي على خير، نقدر المسؤوليه جميعا. ولو ليكوا الجمهور جايب سيرتك مش عارف ايه الحكايه. ولو في بعد التجربه دي لحضراتكم اراء نستمع اليها، نتواصل مع النادي الاهلي يا نعدل يا اذا ممكن القرار ينجح الخمسه دول يزيدوا شويه. قد يكون. قد. طب ما نساعد هذا الامل. او بقى تقولوا خلاص بلاش لعب في القاهره. او تقولوا طب خلاص نروح دار استاد السلام. اللي مش عارفين برضو الموقف هيبقى فيه ايه من الناحيه الفنيه والناحيه الافضل للكوره بتاعتك انه يبقى في الاستاد. يعني اسمحوا لي في كل الاحوال على ما اشرب. في كل الاحوال القرار عند الجمهور. عودة الجمهور بإذن الله تعالى للملاعب بشكل منتظم وبشكل بإذن الله حسب عيون جداً جداً حسب جداً ظروف الملاعب وحسب ما تسمح الحالة الأمنية، لأن كمال قضية المرور قضية مهمة جدا. أن أنا ألعب في استاد القاهرة، استاد القاهرة دلوقتي غير زي زمان. الكام سنة اللي فاتوا حجم الكثافة السكانية اللي أحاطت باستاد القاهرة تقريبا بقى في وسط البلد، ما عادش في المنطقة المترامية زي ما كان أريد ليه عند نشأته. لا، في وسط كثافة سكانية كبيرة جدا، مزيد من الحضور الجماهيري في المنطقة زي ديت مؤكد بيعمل اختناق مروري محدش هيكون سعيد بيه أو مريح للتحرك خلاله. عشان كده إذا كان هذا الظرف المروري يحتم علينا، الأهلي وافق على استاد القاهرة لأنه ده استاد القاهرة وده ملعبه فنيا مهم جدا ليه. قيمة استاد القاهرة أيضا مسألة مهمة جدا، لكن في نفس الوقت نحاول نشجع ونحاول ننجح هذه العودة.
المؤكد انه نجاحها بانسيابيه وبتنظيم وبالتزام من قبل الجميع هيسهم في العوده المستدامه للملاعب في الفتره الجايه. تبقى نقطه اخيره. التخوف اللي موجود مش من الجمهور. انما ان يستغل الجمهور. ايوه. احنا في ظرف سياسي. ايوه. وفي ظرف في اختلافات. وفي ناس عايزه تنجح، وفي ناس عايزه تعرقل، وفي ناس عايزه تقول ان في مشاكل، وفي ناس طيارات كتيره جدا. الناس بقى مش هنكررها، الناس اصبحت شايفاها وعارفاها. من الداخل ومن الخارج ومن كل حته. ايوه. مش عايزين حد يستغل جماهيرنا في توجيههم بما يؤدي الى حدوث مشكله. ايوه. فلنكن نحن رياضيون اكثر وعيا والتزاما بما هو يحقق مصلحه النادي الاهلي. باذن الله. طيب الكابتن حسام البدري المدير الفني عمل محاضره فنيه للعيبه قبل التمرين النهارده، شرح فيها بعض ارائه الفنيه حوالين فريق الداخليه اللي الاهلي هيلعب معاها بعد بكره يوم الاربعاء ان شاء الله. وبرضو أشار للعيبة على بعض الأخطاء اللي وقعوا فيها في مباراة الإنتاج وأدت لضياع عدد من الفرص السهلة. وشدد الكابتن حسام على بعض المهام التكتيكية في المحاضرة اللي أقيمت لمدة 30 دقيقة. يمكن دي بدايتها زي ما أنتوا حضراتكم شايفين، اللعيبة نازلة الملعب للتمرين ثم يجتمع بيهم الكابتن حسام عشان يبدأ يشرح كل الأمور الفنية سواء في لمباراة الداخلية أو رأيه في بعض الوجوه أو أوجه القصور في مباراة الإنتاج. هو أنا قبل ما أخش في الخبر الثاني ممكن أقول حاجة على السريع كده؟ تقول طبعا. الكابتن حسن حمدي كان صدر بحق قرار منع فاكرين الواقع قبل الانتخابات بأربع أيام. فصدر من قاضي التحقيقات قرار بمنعه من السفر والترقب على قوائم الوصول، والكابتن حسن التزم ولا راح ولا جه وفضل قاعد. اليوم يأتي الإنصاف. تم رفع الاسم والغاء جميع القرارات الصادره بوضعه على قوام الترقب وكده في توالي لانصاف هذا الرجل، وبقي كلام بسيط جدا باذن الله ربنا يشوفه فيه. كابتن حسن قيمه، ودايما وابدا كانت ثقتنا في قضاء مصر العادل كبيره جدا، فانا اعتقد يتوالى الانصاف وتتوالى تدعيمات الثقه في رمز النادي الاهلي الكبير الكابتن حسن حمدي، ربنا يمتعه دايما وابدا بالصحه والسعاده. النهارده في الشريف اكرامي انتظم في تدريبات الفريق، كان استاذن في المران الاخير لبعض الالام في الاسنان. بينما سعد سمير ايضا شارك في التدريبات اللي اقيمت اليوم بعد ما كان غاب للفتره الاخيره وخضع لبرنامج تاهيلي اللي كان غاب بسبب نزل برد الانتاج. عبد الله السعيد وباسم علي، ما انا بقول لكم دي مستشفى. عبد الله السعيد وباسم علي رجعوا يواصلوا التدريبات التاهيليه، باسم كان بيعاني من اصابه في العضله الاماميه وعبد الله كان عنده شد في العضله الخلفيه. الاثنين غابوا عن المباراتين الاخيرتين لكن بدا ينتظم بشكل جدي اكثر في التدريبات. محمد فخري لاعب الاهلي الصاعد اللي الاهلي ضمه كصانع لعب مميز ضمه من غزل المحله مؤخرا، شارك في تدريبات الفريق ولفت انظار الجهاز الفني بكفاءه وشارك. يمكن دي المره الثانيه اللي بيشارك فيها فخري في التدريبات الجماعيه. كابتن حسام البدري، يمكن الجمهوريه بتقول ان البدري تحت ضغط ال 25. ده راي الجمهوريه. انه البدري تحت ضغط قائمه ال 25. بس انا عايز اتوقف عند محمد فخري، يعني اتفضل. هو لسه منضم. ايوه. فدي تاني مره يتصعد وهو مقيد شباب. ما هو مواليد 99. ايوه. كان يلعب درجه اولى في غزل المحل. ايوه. ده يوضح ان الجهاز الفني في شايف فيه حاجه. ايوه. قد يكون هذا احد الحلول البديله في مواضيع هنتكلم فيها. طيب. الجمهوريه بتقول الاهلي ربما يكون مضطرا لبيع مؤمن زكريا واحمد الشيخ اجباريا بسبب قائمه ال 25، وده شيء سابق لاوانه الحقيقه، مش اجباريا ولا حاجه، لانه ما هي لو قائمه ال 25 اتعملت في اعارات طلعت من النادي الاهلي للسعوديه، هؤلاء اللاعبون المعارون هي لمده سنه ونص، مش سنة مش نص شهر بس، مش نص سيزون، لا فيهم كم واحد سنه ونص.
مؤمن اعتقد الشيخ والثلاثي الاخير سنه ونص بس عبد الله محطوط له شرط ان الاهلي يقدر يطلبه في اي وقت. عبد الله صالح جمعه. صالح جمعه بديل عبد الله. طيب فده الـ 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 الوضع علشان بس الناس لما بتعتقد انه المعارين كلهم على نهايه السيزون هيرجعوا يعملوا مشكله. احنا بنناقش لا علشان الناس تبقى واخده بالها في الكتابه. تمد حتى يفرضوا مع 6 اشهر ممكن تمد قبل للمد. فما فيش اجباري ولا اضطراري. الاهرام كان فيها يوم السبت الحقيقه اول امبارح حوار بحيي صديقنا العزيز محمود صبري عليه وزميل عبد الحكيم ابو علم. الاثنين استضاف الكابتن حسام غالي في زياره للاهرام. ودي كانت هطلب منك طلب يا كابتن. انا عايز الحوار ده بالكامل نناقشه. في دروس كثيره جدا وكلام كتير جدا يتفق مع اللي انا وانت وكل اهلاوي بيحب النادي الاهلي ان يناقشه وان يبرزه. طيب يعني مش عايزين ناخده خطوه، هنتوقف معاه وانا اعتقد الجمهور هيبقى سعيد جدا ان احنا توقفنا مع هذا الحديث. دي اراء مهمه للاعب مهم حسام غالي كابتنه بجد، نوع من الانواع المعادن الاهلاويه الاصيله بجد، هتشوفه في مكونه وفي اهتمامه وفي شخصيته لا حاجه تقيله لمستقبل النادي الاهلي ان شاء الله. الاهرام بقى عشان نكون ملتزمين بالنص ال 12، الكابتن حسام غالي يكتب السطر الاخير من داخل الاهرام. الاهلي كان مختطفا وعاد لابنائه. دعمت الخطيب لانقاذ الجزيره واعتزالي نهايه الموسم. كنت اكبر الداعمين لعوده البدري وصالح وطارق وحمدي اساطير لا تنسى. موقف حسن حمدي التاريخي مع جوزيه اشعرني بقيمه الانتماء. عبد الصادق دفع الثمن غاليا من سمعته للحفاظ على مبادئ الاهلي. انا ضحيه موقف الدفاع عن هيبه النادي في المنتخب والنتيجه حرماني من المونديال. ابو تريكه خالف نصيحه البرتغالي بالابتعاد عن السياسه ولم نتحدث منذ وفاه والده. ستوك لا يناسب قدرات رمضان وطريقه الارسنال سبب الهجوم على النني. بعض النقاط المهمة، أنا ما بعرفش أخر طلب للمهندس عدلي، هيتعبني شوية في القراية بس أنا برضو ما بقدرش أتأخر معاك. يعني أنت بقى موجود أنا أقرأ، أنت تسمع لو وجد الماء أنا أسمع، أنت تسمع وتحلل. دار شريط الحوار لحسام غالي مع محمود صبري وعبد الحكيم أبو علم، فبيقولوا له هل تلك الشهور هي الأخيرة لك في عالم كرة القدم؟ ده خبر مهم. قال حسام غالي هي نهاية الرحلة خلاص. إذا حسام غالي يعلن من خلال حواره في الأهرام الاعتزال نهاية الموسم، هو كل الناس وده قرار مستقرة على أن ده قراره لكن لم يعلن، هو أعلن. ها هو يعلن 18 سنة من العطاء مدة رائعة للاعب رائع مع النادي الأهلي. قال أن أنا 18 سنة لعبت في أفضل الفرق إلى حد كبير راضا عن مشواري في كرة القدم، عمري ما تخزلت في حق نفسي أو جماهيري أو أي نادي لعبت له، وفي اللعبة اللي أنا بحبها داخل وخارج مصر أحافظ على كل شيء. كان نفسي في أشياء أكبر ولكن الإنسان لا يحصل على كل ما يريد، سأحاول تعويض ذلك في أسرتي. قالوا له إذن الاعتزال قرارك نهاية الموسم؟ قال لهم هذا قرار نهائي، فهناك أمور كثيرة تغيرت وقد حان الوقت لكتابة تلك اللحظة. قالوا له هل استنى بس قيمة الإنسان أن يدرك قيمة اللحظة ويتعامل بواقعية معها. كلمة هناك أمور كثيرة قد تغيرت، أيوة. هو أدركها، قال اللحظة حالت، أيوة. منتهى الصدق مع النفس، ما فيش مكابرة، هذا شخص مسؤول. صحيح. قالوا له هل ما حدث في النصر السعودي كان وراء القرار؟ يعني الدنيا اتلخبطت معاكم وما نجحتش هناك؟ قال لهم لا، كان لدي تخطيط لهذا الأمر قبل بداية المحطة. كنت قد اتخذت قراري بأنني لن ألعب أكثر من هذا الموسم، فلدي قناعة تامة بأنني أعتزل والجماهير تطلب مني الاستمرار، راض عن كل شيء في حياتي بجانب الأجواء تغيرت والشخصيات والعقول والأجيال، وهناك فرق كبير في الأعمار داخل الفريق الواحد وهناك فارق في كل شيء حتى مستوى الفريق، فسوف تعاني في توصيل المعلومة. سأسعى في الفترة المقبلة
إلا توصيل خبراتي في مكان آخر. منتهى النضج، منتهى الشفافية، منتهى الجرأة في مواجهة الذات، منتهى الحكمة في إعلان إن أنا هعمل هذا الكلام، لأني بقى صعب إن أوصله في أجيال كتيرة. هنا هنا إنك ما تكونش كذاب. إن ثقافة الرجال اختلفت. هذا صادق مع نفسه. أيوه. مش كذاب. أيوه. اللي كان في زمايله بيستحملوه وعارفين طبعه، يمكن شاب جديد ما يستحملوش تبقى هناك أزمة. فهو دائما وقد قرر مثل ناس تانيين أن يكون دائما جزء من الحل وليس جزء من المشكلة. أيوه. فقد قرر أن يكون جزءا من الحل. سألوه لماذا أنهيت عقدك مع النصر السعودي؟ قال أنا الحقيقة كان رئيس النادي نادي النصر الأمير فيصل بن تركي هو اللي كان رئيس للنصر سنة 2009 لما رحت احترفت هناك. ففي البطولة العربية الأخيرة وهو في مصر كلمني وعرض عليا أنه النصر محتاج خبراتك ومحتاج تقود الفريق في هذه المرحلة. قال أن أنا رحبت، ثم حدثت اختلافات لأنه الأمير فيصل بن تركي ساب النادي فجه رئيس جديد، فالعلاقة بعد كده مع النصر لم تعد كما كانت أو كما كان مراد ليها. قالوا له ماذا حدث وقتها؟ قال كانت لديهم رغبة في أن أذهب إلى الفتح السعودي لكني قلت أنني سأقرر مصيري بيدي. يعني النصر كان عايز يعيره أو ينقله للفتح السعودي، قال لا ده قراري أنا لأنه تلقيت مكالمة مهمة. ايه المكالمة المهمة يا عمي حسام؟ قال مكالمة اشعرتني بالسعادة الحقيقية والفخر الحقيقي. المكالمة كانت من الكابتن محمود الخطيب، وقال حسام غالي الكابتن الخطيب قال لي بالحرف في عز ما انا في حيرة في السعودية، قال لي الاهلي هو بيتك، تستطيع العودة في اي وقت وانت مرحب بيك. وده الكلام اللي دايما انا كنت بقوله للنماذج الكبيرة، المفتاح معاكم، خش وافتح ما تستأذنش كمان. لأن نجم بحجم حسام غالي أنا كنت عايش وحاسس إحساسه أنه كان صعب عليه يبطل يعني هو مش في الأهلي. صحيح. فسئل طيب تأثير المكالمة دي كان عليك إيه؟ قال شعرت بإني ليا ظهر وسند. شعرت إن ليا ظهر وسند وأحسست بثقة كبيرة. وابتعدت عني الحيرة اللي أنا كنت بشعر بيها بشكل كبير. عادت للروح تاني وحسيت انه انتمائي للاهلي ده مش شيء قليل جدا وانه الاهلي رجع بجد. ده كلام الكابتن حسام غالي. كلمه رجع بجد. وستكون تلك النهايه هي النهايه السعيده جدا ليا، لانه بيقول انا كنت هكون حزين للغايه لو اعتزلت الكوره. كان بيتكلم معايا وانا مش بالفانيله الاهلي يعني. فسألوا محمود صبري وعبد الحكيم أبو علم هل كنت ستعود للأهلي إذا كان المهندس محمود طاهر مستمرا؟ قال حسام غالي بكل وضوح لا نهائيا. هل كان رحيلك للنصر هروبا من الأوضاع التي كان يمر بها النادي وقتها؟ قال بمنتهى الصراحة والوضوح نعم، كانت فرصة بالفعل للرحيل لعدم انسجامي مع الظروف التي كان يمر بها النادي. كنت أشعر أني غريب، فليست تلك الأجواء التي تربيت عليها. هناك أشياء كانت تحدث داخل الغرف المغلقة لم أكن أريد أن أتحدث عنها وما أتكلمش عنها، وده شيء في منتهى الاحترام والالتزام. رغم أنه ما فيهوش تفاصيل لكن بيوصل المعنى خطير جدا ويتسق تماما والله مع اللي كنا حاسين به. كنا خايفين على الأهلي عشان الكثير من الأمور التي لا يمكن التحدث عنها إحنا لخصناها في كلمة اختراق وسيطرت عقول لا تحب الاهلي على مصير النادي الاهلي. كان الناس المسؤوله بتتفرج وبعضهم كان مرحب. ده كان ملخص الكلام اللي بياكده دلوقتي الكابتن حسام غالي. فسئل الكابتن حسام غالي في هذا الحوار المهم له في الاهرام لذلك جئت من السعوديه يوم انتخابات الاهلي؟ قال لهم جئت لأنني شعرت بأن وجودي سيساعد في إنقاذ الأهلي ولو بشيء بسيط. شوف الكلمة إنقاذ الأهلي. ولو بشيء بسيط. طبعا. يعني عايز أعمل أي حاجة حتى لو جزء صغير يسجله موقف يساهم. إنه ما كانش مستخبي. بالظبط. ولا كانش عايز مصلحة. قالوا له لكن البعض يقول أنك غمرت بمستقبلك في تلك النقطة. مات عليك. لم يكن لدي أي تردد.
في هذا الوقت لفعل ذلك. وهو ده الموقف الأهلاوي الأمين. في الحزب مش حزبة مصلحة ولا حزبة رهانات صعبة. الحزبة حزبة أن تختار. أن تختار، أنت مختار للأهلي إيه؟ وعليك تحمل تبعاتك. لكن في النهاية هو الرجل قال أنا شفت إن أنا لازم أعمل ده. واللي يكون يكون واللي يحصل يحصل، بس في النهاية أمانته في انتمائه للنادي الأهلي وغيرته وخوفه على النادي الأهلي خلاه يجاهر بهذا الموقف بكل احترام أولا، لأنه ما صدرش منه أي إساءة لأي أطراف متنافسة، لكن في نفس الوقت انحاز بكل قوة ووضوح للاتجاه اللي شايف فيه إنقاذ للنادي الأهلي وعودة الأهلي لأبنائه. سئل الكابتن حسام غالي هل تشعر بأن الأهلي كان مخطوفا في تلك الفترة؟ قال نعم هذا صحيح، مش 100% مليون في المية، ده كلامه، هذا صحيح مليون بالمئة، كنت أشعر بكل شيء من حولي يشير إلى ذلك. طيب هل هناك أشياء تدل على ذلك؟ قال لهم سياسات النادي التي تربيت عليها لم أجدها، لم نكن نتربى في قطاع الناشئين بالأهلي على الفوز والنتائج والأداء فقط، لكن على ثوابت ومبادئ، وهي لم أكن أراها موجودة. ده اللي حرك حسام. سألوه دموعك لأول مرة نزلت بعد نهائي كأس مصر ليه؟ قال كان هدفي من هذا الكلام هو وداع الناس وجمهور النادي الأهلي، ولكن مشاعري خانتني في تلك اللحظة لأنني كنت أرى تغييرا كبيرا في الأهلي لم أتعود عليه. كانت محسس كل الناس بهذه المسألة. أسوأ شيء واجهته بشكل شخصي في السنوات الماضية، قال لك موقف سحب شرط الكابتن مني بعد مباراة حرس الحدود. سؤال هل تفاجأت بسحب إشارة القيادة بعد مواجهة حرس الحدود؟ قال كانت صدمة جديدة لي، فلم أكن أتخيل هذا على الإطلاق. كنا في عام صعب للغاية، خاصة أنني عدت من بلجيكا بناء على اتصال من الكابتن علاء عبد الصادق المشرف على الكرة وقتها، رغم تجديد تعاقدي مع ليرز. قال للنادي بحاجة إلى أبنائه بعد اعتزال القوام الأساسي الكبير وإصابة الآخرين، هناك جيل جديد صاعد مثل رمضان صبحي وبامبو يفتقد للخبرات ومحتاجين وجودك. فالرجل ما ترددش، ساب العرض البلجيكي أو العقد البلجيكي اللي كان وقعه وجه. ماذا حدث بعد سحب الشارة؟ قال يجب أن يعرف الناس أنني تحملت ضغوطات مهولة في هذا العام، فأي انتقاد في الأهلي كان لي، من يطالبني بالاعتزال، أي شيء يحدث في المنظومة كلها توجه سهام النقد لي. ظروف الفريق التي يعرفها الجميع في هذا العام كانت وراء خسارة اللقب، ففي مباراة حرس الحدود تم طردي دون مبرر، وحدث ما رآه الجميع، كانت حركة لا إرادية، فأنا لا أجرؤ على إهانة شارة قيادة الأهلي، أنا ابن النادي ولن أفعل ذلك مطلقا. مش ممكن أبدا يكون الهدف أو القصد إهانة شارة كابتن الأهلي. طب عرفت إزاي قرار سحب الشارة؟ قال تلقيت اتصال من كابتن سيد عبد الحفيظ اللي كان وقتها يعمل في المجال الإعلامي وأخبرني بالأمر. ذهبت إلى وائل جمعة في اتوبيس العودة من الإسكندرية على الطريق الصحراوي وأكد لي الأمر بالفعل. قالوا له ما هي علاقتك برئيس النادي السابق المهندس محمود طاهر؟ قال علاقة لاعب برئيس نادي فقط. ما هي رؤيتك لكابتن صالح سليم والكابتن حسن حمدي؟ قال لهم الكابتن صالح يمثل كاريزما رهيبة، كنت أعشقه هو وشقيقه الكابتن طارق، فهما شخصيات لا تعوض، أنا أحب الشخص الواضح، والكابتن حسن حمدي له عندي نفس الشيء. لماذا يتحدث البعض عن أن عودتك رد جميل من الخطيب بسبب موقفك في الانتخابات؟ قال تلك الأمور لا تحدث في الأهلي نهائيا، والكابتن الخطيب لا يفعل ذلك ولا يسدد فواتير انتخابية، وأنا لا أقبل بذلك. وقفت معه دون انتظار أي شيء، وقفت معاه فقط خوفا على الأهلي. وقتها كنت خارجه وكنت ألعب في النصر السعودي، نزلت ساعات لأكون بجانب بيتي اللي تربيت فيه. لحظة نقف هنا. هو كان بيلعب في النصر وما كانش فيه مشاكل لسه ساعات. أيوه. واخد بالك؟ أيوه. هو نزل، على فكرة نزوله مصر ربما يكون له تأثير على
ان هو ما يكملش في النصر. ايوه. واخد بالك؟ اه طبعا. ده هو دفع فاتوره. في رايي يعني جزء منها دفع فاتوره. لكن ان تعلن موقفك بوضوح وعلى فكره نفس العرض كان هيعرض عليه من اي حد. لو المهندس محمود طاهر كان يرى ان حسام غالي عايز يكون موجود في النادي الاهلي كان هيبقي عليه. هو كابتن حسام غالي يعني ما كانش محتاج ان يقف مع الخطيب عشان يرجع. ده بالعكس عدم وقوفه كان الاثنين هيطلبوه. لما وقف مع الخطيب بقى واحد بس اللي ما جاش مش هيطلب. بس. طيب سئل حسام غالي في هذا الحوار المهم في الاهرام. هل كان وائل جمعه من ضحايا المجلس السابق؟ قال هناك فارق في اداره الازمه كما حدث في مشكله عبد الظاهر وما حدث مع وائل جمعه فارق بين مجلس اداره ومجلس اداره، كان يجب ان يتم التحقيق قبل اجبار وائل على هذا القرار. كمان هو مش شخصا ان هو على خلاف مع وائل، انما بيتكلم على اسس اصابه الاهلي. ما يتعاملش في وائل جمعه كمان كده مدير كوره، ما يقولوش ما سافرش. ايوه يعني هو بيتكلم في الثوابت. يقول لك كان لازم يبقى في تحقيق ويتشاف ايه الموضوع. هل هناك وعود من المجلس؟ ماذا سيفعل غالي بعد الاعتزال؟ قال لهم تفكيري في الناحيه الاداريه، لانه ما بفكرش اتجه للناحيه الفنيه. هل هناك وعود من المجلس الحالي ليك بالعمل داخل الاهلي عقب الاعتزال؟ قال لهم ليس هناك اي وعد ولا تدار الامور بهذا الشكل في الاهلي. ده تاكيد مره ثانيه. قالوا له لكن تردد انك كنت ستخوض انتخابات مجلس اداره الاهلي الاخيره. انت كنت نازل الانتخابات يا كابتن حسام. قال نعم كان لدي تفكير في هذا. كنت ساعتزل نهايه الموسم الماضي واخوض الانتخابات، ولكن عندما جاء عرض النصر فكان قراري بخوض هذه التجربه. فسر البعض صورتك بجانب الكابتن الخطيب في الانتخابات بانك ستكون الرئيس المقبل للاهلي. ما تعليقك؟ تفتكروا حسام غالي في هذه السن يقول ايه؟ قال بالفعل شاهدت من تحدث عن ذلك، لكن هذا الامر سابق لاوانه للغايه. حتى الان لا اعرف المكان الذي يستعين به فيه الاهلي، وليست هناك وعود بهذا على الاطلاق. طب هل تتمنى رئاسه الاهلي؟ قال لهم شرف شخصيا كبير ليا. اتمنى هذا، واتمنى ان تراني الجماهير في صوره في هذه الصورة، فده شيء مبهر ليا جدا ان الناس تكون شايفاني بالشكل ده. لحظة هنا. تفتكر لو كان الخطيب كانت عنده الظروف الحالية وهو قد اعتزل منذ عام او سنين. نعم. هيكون بنفس الوضوح في الرؤية والفكر والتوجه والحفاظ على القيم والمبادئ زي اللي موجود دلوقتي بعد الممارسة الإدارية ونستوي على نار هادية؟ زي وزي الكابتن حسن حمدي وقبلهما الكابتن صالح سليم. ولذلك الرد العاقل ان يقول مبكر للغايه للغايه. هو لازم يتدرج ويعرف يدير ازمات الاول بشكل ما فيهوش لا تسرع ولا ارتجال. كابتن الخطيب حتى النهارده المؤتمر بتاع المحافظ مؤتمر في قيمه الاهلي، نائب الرئيس بيستقبله وخارج النادي رئيس الكابتن النادي الخطيب لولا الظروف الصحيه الأبواب. طبعا على الابواب ما يقدرش يقف كتير. ممنوع. مش تعالي يعني. استقبله فور دخوله، ثم الجلسه، ثم المؤتمر، ثم كلام، ثم النتائج. دي عايزه كيف تعد لهذا الامر. لم يحدث شيء ارتجالي، ودي مفاجاه اسعدتني. تذكر ان احنا يعني كنا قريبين من المشهد وكنا عارفين، بس ما كنتش مدرك حجم المذاكره وحجم التركيز اللي الدنيا ماشيه بيه، وانه كل موضوع شايل له الحل بتاعه في الوقت المناسب. هذه هي قيمه ان يكون رئيس النادي من داخل جدران النادي ومتمرسا ومتدرجا ومستوعبا ومتشبعا بقيم ومبادئ النادي. بالظبط. شوفوا بقى كابتن حسام غالي وهو بيتكلم مع كابتن علاء عبد الصادق، كيف تفسر ما حدث مع الكابتن علاء عبد الصادق؟ قال لا اجد مبررا له نهائيا، لم ارى منه سوى كل خير. رجل رحل وكل اللاعبين تحبه، اعرفه من فتره طويله، فهو يملك شخصيه الاهلي. وماذا يجب ان يحدث؟
وما لا يحدث، ولكن تم التضحية به ربما لأنه كان يغلق أبواب فريق الكرة ويمنع تدخل أحد. شوف بقى أول قيمة يطاح بواحد عايز يتمسك بيها. وعلاء عبد الصادق هو الساعد الأيمن للمواجه محمود طاهر وأقرب الناس إليه. أيمن والأيسر كمان. لا الأيسر أسامة الذي انتقل من الأيسر إلى الأيمن. حصل عملية زرع بعد ما خلع الدراع اليمين. لأن الخلاف الحقيقي أنه ما سمحش أن يدخل أسامة خليل ولا صلاح يحيى إلى غرفة الكرة، إلى مطبخ الكرة، إلى مطبخ الكرة. وشفنا بعد كده تسريبات العود وكلام اللي حصل بعد كده في ضرب استقرار الأهلي. فلما توجه إلى رئيس النادي بيقول لك بعض يشكو له، قالوا قال له كده بالواحد، ابعد عن أسامة خليل خالص، مالكش دعوة بيه. ودي كانت صدمة علاء اللي غيرت موقفه نهائيا. السؤال بقى الكابتن حسام غالي، لماذا لم تذهب بحفل تكريم الكابتن حسن حمدي رغم دعوتك؟ يعني انت عندك هذا الحب والتقدير لكابتن حسن، طب لما الاهلي او مجموعة اصدقاء الكابتن حسن وقتها عملوا حفل لتكريم الكابتن حسن بمناسبة حصوله على لقب افضل رئيس نادي في افريقيا، ليه ما رحتش؟ قال بالفعل كنت اريد الذهاب، لكني تحدثت معهم وشرحت الظروف ان هناك اشخاصا لا تريد ذلك بحجة عدم المشاركة في اشياء تشبه الانتخابات. هو ما كانش مسؤول يا وتم تفاهم الامر. انت بتتكلم على حسام. وتم تفاهم الامر. ما رايك في المدربين الثلاثة الاجانب؟ ايوه حسام كان ساعتها لعيب. قالوا له ايه رايك في الثلاثة بقى الاجانب؟ جريدو بيزيرو ومارتينيول. راي حسام غالي فيهم ايه؟ قال جريدو بارع في الوحدات التدريبية، لكنه كان دائم التخوين ويؤمن بنظرية المؤامرة، فأثرت كثيرا عليه وعلى الفريق. أما بيسيرو فهو مدرب رائع جدا وصاحب خبرة كبيرة، وكنا مرتاحين جدا معه، ولكن عرض بورتو الكبير والظروف التي حدثت معه مثل وقعة الجمهور قبل مباراة سموحة عجلت برحيله. طب مارتينيول وانت عندك مشكلة معاه قبل كده؟ قال مارتينيول مدرب رائع ولكن صادفه سوء حظ رهيب في افريقيا وكاس مصر، ثم رحيل اللاعبين مثل رمضان صبحي وايفونا واصابه عبد الله السعيد بجانب اللاعب في الاسكندريه كل يومين فرحل. طيب ايه رايك في قرار رحيل مارتينيول؟ قال لا اعرف من ضحى به، فهناك اشياء كانت تحدث وقتها لم اكن افهمها، ولكن ربما واقعه ملعب السويس والاعتداء الذي حدث على اللاعبين ربما خاف على نفسه. هناك امور غريبه لم تكن تعرف من كان صادقا ومن كان كاذبا. فترة ضبابية طبعا. طيب تعال بقى للنقطة المهمة، ايه سبب التوتر في علاقتك بالكابتن حسام البدري؟ ده سؤال للكابتن حسام غالي. إجابة مهمة هنا قوي. قال حسام غالي هذا الكلام مبالغ فيه، عملت مع الكابتن حسام البدري في بطولة افريقيا 2012 احلى مباراة لي معه في حياتي، كانت امام الترجي في النهائي تلك البطولة، وكنت أكبر الداعمين لعودته في هذه الفترة رغم كل ما تردد من بعض الرافضين داخل النادي، ولا أود الحديث في هذا الأمر الآن نهائيا، وقبل كل شيء أنا دوري لاعب فقط. هل كانت هناك مفاوضات من جانب الزمالك؟ ده كلام مهم برضو. بيعترف حسام غالي، وقت ما كنت متواجد في الأهلي تحدث مع المستشار مرتضى منصور مكالمة رائعة فتح لي الأبواب للانتقال للزمالك، لكني ابن الأهلي. سؤال السؤال اللي الناس كلها بتقوله، لماذا أنت عصبي في الملعب وهادي الطباع خارجه؟ قال الأمور لا تتخطى في توجيه فقط داخل الملعب لمصلحة الفريق والكيان فقط، المفروض هناك تعليمات للمدير الفني أحاول تطبيقها داخل الملعب، العصبية من المسؤولية والخبرة الزائدة علي فقط. من هو اللاعب الذي تأثر به حسام غالي في بداياته؟ قال كانت أمنية حياتي أن أكون في الأهلي، لكني كنت أعشق علاء ميهوب، وطبعا عالميا زين الدين زيدان. كواليس أزمتك مع مانويل جوزيه كانت إيه؟ قال حسام غالي علاقتي بجوزيه رائعة في الوقت الحالي وأحبه جدا، لكن هناك واقعة حدثت عقب مباراة المصري اللي شهدت مجزرة،
كان يتعامل معي بجفاء شديد ويشعرني بأنني السبب الرئيسي في خسارة هذه المباراة، وخاصة من حسام حسن. ذهبنا في معسكر بدبي وتحدث معي مدير الكرة وقتها عن رغبة المدير الفني في سحب شارة الكابتن مني، ولكن كان ردي السبب. قال لي يشعر بأنها تمثل ضغوطا عليك. قلت سحب شارة القائد لا تكون إلا بعمل مخل فقط. فاتفق معي عبد الحفيظ في هذا التوقيت، وبعدها جلس معي مانويل جوزيه نفسه في دبي وقال لي نفس الكلام. فقلت له هذه شخصيتي في المباريات ولا يرتبط بشارة القيادة من عدمه، أنا مستمر لنهاية الموسم وإما أن تغير رأيك أو أرحل. فقال لي سوف نرى في النهاية. فخرج بعدها تصريح من مانويل يقول يا أنا يا حسام غالي. إيه اللي حدث بعد كده؟ قال عرفت أن الكابتن حسن حمدي رئيس النادي وقتها رفض هذا الأمر، وقال لمانويل للأهلي، وده كان موقف محترم جدا للغاية منه. مانويل جوزيه علاقتي به رائعة وأحترمه كثيرا. طب علاقتك بأبو تريكة إيه يا حسام؟ قال حسام غالي في حوار الأهرام أبو تريكة أو الساحر ظاهرة لن تتكرر في الملاعب. علاقتي به رائعة، هو شخصية مميزة جدا، لم أرى منه إلا كل خير. من وجهة نظري كان يسمع كلام كل كلام مانويل جوزيه وكل شيء ما عدا شيء واحد. إيه؟ قال حسام غالي في إحدى المرات اجتمع بنا مانويل جوزيه بعد 2011 وقال لنا بالنص في بلد البرتغال حدث معنا نفس ظروفكم، كان يقصد ثورة يناير، أنصحكم نصيحة لا تنضم إلى أي حزب أو كيان أو تحسب نفسك عليه، أنت لاعب ملك للشعب المصري كله، جماهير ناديك كلها. هي المرة الوحيدة التي لم يسمع فيها أبو تريكة كلام مانويل جوزيه. ده رأي حسام غالي. هل هناك اتصال معه حاليا؟ قال حسام غالي كنا على التواصل لفترة حتى وفاة والده، حاولت الوصول له لتقديم واجب العزاء لكنه لم يرد، وحاليا ليس هناك أي تواصل. صديقك وحبيبك متعب، هل شايف أنه هو تعرض لظلم في الأهلي؟ قال علاقتي بمتعب عميقة وكبيرة جدا، فهو أخ لي منذ أن كنا في قطاع الناشئين، وهو من الشخصيات المحترمة والنظيفة، ولكن لاعب الكرة النجم يجب أن يكون أو تكون له معاملة خاصة وتقدير أفضل، ومتعب من نفس النوعية. هل من الممكن أن يعتزل متعب في نهاية الموسم؟ أعتقد أنه لا يزال أمامه متسع من الوقت، فأنا أكبر منه بسنتين. هل ترى قرار رحيله عن الأهلي كان صح؟ قال لهم طبعا، كل المعطيات كانت تقول كده. ما بيديش إجابات يعني دبلوماسية رمادية أو تحتمل، مش رمادي حتى يعني حدد المشكلة فين وحدد القيمة فين. كل كلمة بيقولها الراجل ده بتعكس ان هو راجل واضح جدا، مش مسألة اللي في قلبه، اصل مسألة اللي في قلبه على لساني بيقولها بعض الحمقى برضه. لكن لما يكون انت راجل موزون ومش كذاب ومتسق مع ذاتك، ده مخرجاتك بالظبط. ده حوار بيجسم شخصية حسام غالي. انا ليه حبيت نقراه؟ في دروس كتير شخصية حسام غالي. فسألوا محمود صبري هل من الممكن أن يعتزل متعب في نهاية الموسم؟ قال أعتقد أنه لا يزال أمامه متسع من الوقت، فأنا أكبر منه بسنتين. هل ترغب في أن يكون أولادك لعيبة كرة؟ قال عندي محمود 9 سنين وسليم 7 سنين، أتمنى أن يكون لاعبي كرة ويحققوا اللي أنا ما قدرتش أحققه. كيف تقيم تجربتك الاحترافية؟ قال ربما تسببت قلة الخبرة في عدم ظهوري بالشكل الجيد. جالي عرض من برمنجهام لكني رأيت أن ده لا يناسبني، ما حسيتش بيه، رفضت ومشيت، فهذا أسوأ مما فعلت في توتنهام، وكان من الممكن أن أعود من جديد عبر تلك البوابة ثم عدت لتوتنهام ثم النصر السعودي. حتى الاعتراف المنطقة أنه مسؤول عن عدم نجاح تجربته في إنجلترا أنه قلة الخبرة. ما كبرش بالضبط، راح للمنطقة الشائكة جدا، ما راحش قال مثلا مدرب أصله إسرائيلي. دي حقيقة. وقتها وبكراني قلة الخبرة. راح حسام غالب في حواره مع الأهرام، الحوار المهم الحقيقة، لمنطقة شديدة الأهمية والجدل. هل قالوا له لنذهب إلى المنتخب؟ هل باتت كأس العالم
خارج حساباتك خلاص. قال حسام غالي هما اللي عملوها كده، هما جعلوها كذلك مش أنا. أخذت موقفا نيابة عن زملائي في الفريق ودفاعا عن بعض الثوابت اللي تربيت عليها في جميع المنتخبات اللي لعبت ليها من أول ما كنت مع كابتن شوقي غريب في الناشئين. ما عنديش أي مشكلة في تحمل المسؤولية وأن أكون كبش فداء حتى يظل مستوى التعامل لاعبي الأهلي بشكل يليق بهم وباسم النادي العريق. أخدت موقف دفاع عن لعيبة الأهلي مش ندمان عليه، ودفاعا عن الشكل اللي يجب أن يعامل به اللعيبة. كون إن أنا بقى بقيت أنا كبش الفداء أنا موافق. هو ما خدش موقف تمرد، ده راح كلم هيلتون كوبر قال له في مشاكل كذا كذا. آه هو يعني عمل الصح. طيب سألوه هل السبب هو علاقتك بأسامة نبيه؟ قال علاقتي به كمدرب ولاعب فقط ولم تتخطى شيئا، ولكني سمعت أشياء لا أود الحديث عنها لأنها شكلت موقفا دفعت أنا ثمنه دون أن يرد أحد أو حتى يبحث فيه شخص عمن هو صاحب الحق. فجأة أولوني كلام، عملوا حاجات، خدوا قرارات، شايلوني الليلة. ده خلاصة كلام حسام غالي. كيف ترى احتراف اللاعب المصري أوروبيا؟ هل أعتقد أن لدينا تجارب جيدة جدا مثل صلاح والنني ورمضان سوف تساعد في الفترة اللي جاية على احتراف الكثيرين لرغبتهم أن يكونوا مثلهم؟ طيب رأيك في محمد صلاح؟ قال حسام غالي شرف لأي مصري ما يقدمه صلاح في الدوريات الأوروبية. لم يصب بالإحباط من تجربة تشيلسي، تحول إلى لاعب آخر بطموح جديد، راح فيرونتينا ثم روما ثم ليفربول، وها هو يحقق تألقا كبيرا، وهي أشياء ليست سهلة كما يعرف يردد البعض. طيب رمضان صبحي بقى رأيك كيف تجربته؟ قال لك لاعب عنده إمكانيات رائعة جدا مع سنه الصغير بجانب أنه يملك شخصية ناضجة، لكن في رأي الشخص ده حسام غالي أن ستوك سيتي لا يناسب رمضان، فرمضان يحتاج نادي عنده نزعة هجومية وقتها تظهر قدراته أكتر. هل أخطأ في الرحيل عن الأهلي مبكرا؟ قال لا، هو بيلعب في الدوريات في الدوري الإنجليزي وده هيساعده كتير في هذه التجربة، لكن عليه ألا يتعجل، عليه ألا يصاب بالإحباط. فرصة كأس العالم ممكن تديله فرصة عروض جديدة. رأيك في الهجوم على النني؟ قال لهم النني بيلعب في فريق كبير وبيلعب بشكل أساسي تقريبا وده شيء جيد، لكن اختلاف طريقة اللعب عن المنتخب ربما هي السبب في هذا الأمر، وسيكون له تواجد قوي في المنتخب الفترة اللي جاية. البعض يتحدث عن المنتخب في عهد كوبر أنه لا يقدم كرة هجومية وجميلة، قال لهم كلام صحيح ولكن هو يرى أن تلك الطريقة يكسب بها، وده رأي فيه الإنصاف للراجل. احنا شايف أنه ما بيلعبش كرة حلوة، الجبل اللي جاي أهم بقى، لكن هو في النهاية بيحقق بهذه الطريقة اللي عايزه. هل تعتقد أننا سنعاني في كأس العالم؟ أن لا أعتقد، بتلك الطريقة لن نعاني. شوفوا واحد عنده هذا يديله الحق وبيقف في صف في الطريق. هل من الممكن ان نصل الى دور ال 16 في المونديال؟ قال لهم ان شاء الله ممكن جدا. طب ايه المؤشرات؟ قال لك يعني احنا كنا نتوقع ان احنا نوصل لكاس العالم او نوصل لنهائي افريقيا. كل شيء في كره القدم وارد جدا. ده ختام حوار رائع جدا بحي الصديق يعني العزيز محمود صبري وعبد الحكيم ابو علم في الاهرام عليه، وبحي حسام غالي على وضوحه صراحته شخصيته. لو انا مستشاره الاعلامي لو انا مستشاره الاعلامي يعني زي اللعيبه الكبار جدا بره ليهم في قبل المؤتمرات ناس تقول لهم الاطر، ايوه هقول له كل اجابه قالها هقول له قولها، مش هقول له اكتر من كده، مش هعرف اضيف له. ما شاء الله. عشان كده انا كنت عايزك تقراها عشان الناس تشوف نموذج لشخص مسؤول بقى، لعب في الاهلي، عارف قيمه الاهلي، تشبع بثوابته، تشبع عشان لما يشوفوا بعد كده الراجل ده كيف يتدرج لا يندهشوا عندما يروه رئيسا للنادي الاهلي. رئيسا للنادي الاهلي. راح واتحيز له وارجو ان تتذكر هذا اليوم قد لا اكون موجودا فيه. بدي اديك الصحه وتطلع. انما تذكر هكذا يصنع رؤساء الاهلي. ده المطبخ اللي بيدي لك الوجبه الناضجه اللذيذه الصحيه.
إذن للتاريخ، محدش عارف، للتاريخ المهندس عادل الخيعي يؤكد حسام غالي سيكون لك بعد كام دورة ذات يوم، مش ذات يوم، رئيسا للنادي الأهلي على الأقل دورتين، في الدورة الثالثة يقدر يكون رئيس النادي، يعني بعد 8 سنين. بعد 8 سنين عليه أن يفكر يخوض التجربة ولا لا؟ بعد 12 سنة لازم يخوضه. فعلها الخطيب بهذا الأسلوب، فعلها الخطيب صحيح. بس لازم يقدم له المطبخ اللي اشتغل فيه، يبتدي يقشر بصل في الاول، وبعدين التوم، وبعدين يقطع البطاطس، وبعدين يقول له طب شوح لنا حته اللحمه دي، وبعدين طب هنسيبك النهارده توكل للناس، هي كده. اجيال بتسلم بعض. عشان كده هو ده النادي الاهلي، وعشان كده النادي الاهلي مختلف. ثلاثه من لعيبه الاسيوطي الافارقه، نيو جيفت، ايزاك مولمبي، تشيلونجو، الثلاثة الأفارقة المحترفين في فريق الأسيوطي سئلوا إيه النادي المصري أو أي نادي أنت تحب تلعب له؟ ثلاثة مش في الأهلي، والثلاثة الأهلي ما بيفوضهمش، والثلاثة ما حدش سمع رأيهم قبل كده، والثلاثة ما عندهمش مصلحة في إن هم يقولوا اللي قالوه. عارف طبعا هنا ان اكبر ناديين هما الاهلي والزمالك. Yeah. عارف كده. كويس. لو حصل، والسؤال ده هيبقى ليكم انتوا الثلاثه، انه الاثنين مثلا طلبوك زي ما عملوا مع محمد عنتر وراح الزمالك. تروح فين؟ Me, I think I'll go to... بالنسبة لي سأذهب إلى الأهلي. الأهلي. طيب ليه؟ Why؟ لأنه أحد أفضل الفرق في إفريقيا، ولكن وأيضا هو الفريق الأول في إفريقيا، وأحب الطريقة التي يلعبون بها، وإذا استطعت أن ألعب للأهلي سأكون في كتب التاريخ في مصر وفي إفريقيا، لأنهم يفوزون بكل البطولات. الاهلي اكزاكتلي. لنفس الاسباب ولا هناك اسباب اخرى؟ They have a big branded name. لانهم اسم له علامه كبيره في هذه القاره، في القاره الافريقيه، وهم الفريق رقم واحد في افريقيا. اوكي. شيلونجو. الحقيقة ستقال أن الفريقين كبيرين، ولكن أنا في الوقت الحالي أنا أركز على الأسيوطي، وإذا أتى لي عرض أعتقد أنني أود أن أستكمل تاريخي في أوروبا، ولكن إذا أتت لي فرصة أخرى هنا في مصر سأختار الأهلي، لأنه اسم كبير ويؤدون كرة قدم جيدة في الفريق، وهم الأول في إفريقيا، وأن أيضا أكون جزء من كتاب التاريخ للنادي الأهلي، ولكني مكتفي في الوقت الحالي بالأسيوطي. أنا بس عايز أعلق على هذا الكلام بشكل مباشر. أدي صورة الأهلي ومردودها الذهنية في أفريقيا. نادي براندد نيم، نادي اسم علامة تجارية كبيرة تقيلة، وكل ثلاثة إذا في مصر هو الأهلي. لكن عايز أتوقف، الثلاثي ده جه إزاي؟ نتيجة استثمار جيد في بيع لاعب واحد عنتر لنادي الزمالك ب 15 مليون جنيه، فكوا بثلاث لعيبه ويمكن وفروا، وهيبيعوا الثلاثه دول بكام؟ ممكن ب 50 مليون جنيه. الله سيطر شطار. لا ده عشان راجل جاي من بره يستثمر في كره القدم، جاي بكتالوج. دي حاجه. النقطه الثانيه بقى، عبقريه عمك محمد نصر، محدش هيزعل مني. اللقطه بتنتهي بايه؟ هما بيتكلموا في الاستوديو، بيقول الاهلي الاهلي الاهلي، جايب لك علي ماهر بيسقف لهم في المدرج. طبعا ما كانش بيسقف لهم حاجه عاديه في الماتش. لكن الربط، يلا يا سيدي، زي النهارده بقى، قول بقى 25 فبراير 1938، مفيش يوم في السنه يا استاذ ابراهيم مش هتلاقي انتصار حاسم للاهلي ما فرحش فيه الاهلي جمهوره.
انتصار حاسم على منافس قوي او مباراه مؤثره داخل او خارج مصر او فوز ببطوله او فوز ببطوله داخل او خارج مصر. هات لي نادي في العالم له مثل هذا الرقم. الاهلي فاز في 25 فبراير 1938 على المختلط اللي هو الزمالك 5-1 في بطوله دوري القاهره. سجل الكابتن مختار التتش هدفين وهدف لكل من صالح الصواف وعبد المجيد العشري وجميل صابر، واحرز هدف المختلط مصطفى كامل طه. اذا دي نهايه فقرتنا الاخباريه اللي طولت شويه، لكن كان حوار حسام غالي في الاهرام يستحق الكثير من التوقف والكلام. نواصل الانتصارات ونكشف الحقائق بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. نواصل الانتصارات ونكشف الحقائق. طيب نواصل الانتصارات هنيجي عليها ونشوف ايه اللي حصل، لكن نكشف الحقائق في واحدة من أهم قضايا الساعة الأهلوية. مفيش سؤال ممكن تسمعه من أي مشجع أو محب للأهلي أو حتى غير الأهلوية، لأنهم مهتمين أوي بمسألة عبد الله السعيد وأحمد فتحي قاعدين ولا ماشيين؟ هيجددوا ولا هيمشوا؟ رايحين فين؟ هيقعدوا بكام مقارنة بغيرهم؟ حدوتة شغلة الرأي العام الرياضي كله الحقيقة. عشان كده هنقول لكم ايه اللي نشر عنها في اليومين الاخيرين او النهارده وامبارح تحديدا وماذا بعد. الموقع الرسمي للنادي قال الاهلي يقدم عرضا ماليا هو الاعلى لكل من السعيد وفتحي. وقال جريدة الوطن الاهلي بيغري فتحي والسعيد. وقالوا ان السيد عبد الحفيظ مدير الكوره بيحاول انهاء التجديد للاثنين بتقديم عرض كبير جدا. وقالوا كشف عادل القيعي مدير اداره التعاقدات بالنادي عن تقديم عرض جيد بالنسبه للثنائي احمد فتحي وعبد الله السعيد لمده 3 سنين بدلا من سنتين بمقابل مادي جيد يتناسب مع حجم العطاء والقيمه الكبيره لهما، وينتظر ردهما خلال الفتره الحاليه. الشروق الاهلي يعير فتحي والسعيد خليجيا مقابل تجديد عقديهما 3 سنوات. وقالت الشروق حصول كل لاعب على 10 ملايين جنيه راتبا سنويا. الاهلي يراد السعيد وفتحي ب 20 مليون جنيه اضافيه لتجديد 3 سنوات. المصري اليوم بتنشر تفاصيل انفراج ازمه تجديد فتحي والسعيد، والكلام تقريبا داير في نفس التفاصيل. واضافوا اعفائهم من نسبه المشاركه، ودي حاجه مضحكه يعني، هنتكلم يعني في الكلام ده كله. طيب ايه الحقيقه؟ الحقيقه لا يسال او لا يفتى ومهندس الصفقات الى جوارنا. تفضل يا فيلسوف. الحقيقه التي استطيع ان اقولها وانا مسؤول عنها. ايوه. وقد كنت معك في محاولة قبل لحظات من دخولنا للاستديو لاستقراء الموقف النهائي والأخير. صحيح. الإنسان عبد الحفيظ وهو يتولى هذا الملف يتولاه بفكر واحترافية ومسؤولية، وهو رجل ذكي لا يمكن أن يغامر بكل ما سبق قراءته. فإنسوا كل شيء قريتوه سواء في وسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام ومن ثم المتابعة الجماهيرية التي أثبتت تشكل ضغطا يوميا على متخذ القرار. بالتأكيد هي لصالح اللاعب اللي بيتفاوض، لأنه مطالب أنه يخرج في أي لحظة يقول لهم مبروك يا أولاد اللعبة في الأهلي. وقد يتصور بعض أن النجاح في أن ينجح الأهلي في التجديد لهم مهما كانت النتائج، ولكن هذا النجاح قد يتحول إلى فشل ذريع إذا تم بعيدا عن السياسة العامة للفريق. وهو ما لم ولن يفعله سيد عبد الحفيظ، ولم يقبله أي مسؤول في النادي الأهلي. استناني، يعني إيه لن يتم التجديد
خارج السياسة العامة للفريق. يعني أنت لما تيجي تقول لي وقبل كده يغري والناشئين بتوع الأهلي بس إن هم يبقوا معفيين من نسب أما يكبروا من نسب المشاركة، وهذا غير حقيقي وغير موجود وأثبتنا هذا الكلام. ما تيجي تقول لي 10 مليون جنيه في السنة و20 مليون جنيه إضافية وإعفائهم من نسب المشاركة ووضع بند يعني لاحترافهم أو إعارتهم، هذه أفكار كاتبها ولكنها ليست الواقع، لأن الواقع بيقول أنا عندي فرقة أنا مسؤول عنها، مش هكسب اتنين لعيبة علشان أخسر فريق. هذا كلام لن يحدث من دلوقتي. اللي متصور أن الإبقاء على أي لاعب، وهذا ليس تقليلا من نجمين كبار قوي، هم اللي بيتنافسوا على لقب الأفضل هذا الموسم، ويستحق أن يحظيها بأفضل ما يتيحه السيستم أو النظام، وأعلى فئة وأفضل ما يتيحه النظام من فوائد، وليس أكثر من هذا. وليس أكثر من هذا. مسألة بأن اللعيبة عندها عروض أخرى ده قرار. أنا قلت قبل كده احنا شفنا حسام غالي وكان مرعوب انه يبطل بره النادي الاهلي، وقدمناه كنموذج ان هو ده كادر يقدر يكون في يوم ما اذا كان حد يشعر، يمكن مش في طموحهم خالص لا يدربوا ولا يديروا في النادي الاهلي وما حرين. انا مش بقول ان معنى كده لو خرجوا ما يرجعوش، لا، هم ما عملوش حاجه غلط برضو، هم عملوا الحاجه اللي مش بنتمناها لكن ليس خطا. اما القول بانهم هيحظيا باي ميزات استثنائيه لن يحدث هذا. يبقى من الاول كده عشان لا توفر استثناءات للسعيد وفتحي او اي لاعب، لاي لاعب عشان في. طب ممكن اديها لك بمثل تاني، انت اب عندك 6-7 اولاد بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك لنا فيهم، ها جه الاثنين الكبار اللي فيهم، هم اربعه عشان ما تشيلنيش 6-7، انا ابويا كان عنده اكتر من كده، ربنا يخليهم ربنا خليهم لنا ربنا يبارك فيهم. فانا بقول لك نيجي للاثنين الكبار يقول اصل احنا جاي لنا شغل بره، فاقوم انا بقى عاطفيا مش قادر اسيبهم، اقول لهم خليكم اكتب لكل واحد فيكم 10 فدادين زياده على طول. عملت ايه في اسرتي؟ دمرتها بالظبط، دمرتها. كسبت اثنين وخسرت كام؟ اربعه. ايوه انت في الكوره مش بتخسر اربعه، انت بتخسر نظام وبتخسر مصداقيه، وهتقعد صغير قبل كبير يتغمز ويتلمز عليك وما يحترمكش. انا جاي بقول كلام بقى ما حدش قاله قبل كده. ليس الاهلي. ليس الاهلي. وكان لما الاهلي بيجي مراداه للعيبه او مكافئات استثنائيه كانت بتوضع في صندوق وتوزع. في نهايه الموسم كسبت بطوله، كسبت بطوله، لكن في لعيب كان بيجيله حاجه ولا بتاع يستاذن النادي ياخدها ولا لا، في اطار الحاجات البسيطه. الفروق اللي ما تعملش فتنه، الفروق اللي تكون بتميزك انت لوحدك دون ان تكبد النادي الاهلي، بس بموافقته، واذا كانت كتيره بتتحط في الصندوق وانت بتستفيد منه. ايوه. طيب النادي الاهلي النهارده يغير هذه الثوابت؟ لا. ليه؟ ما انا عندي فرقه. ممكن عبد الله السعيد اللي هو احسن بلاي ميكر في مصر ولا غنى عنه، هو اذا عملت له كده اخلص عليه، ينزل الفرقه اللعيبه تستخبى، هيباص لمين؟ هيباص لمين؟ ما هو اللعيب بشر. هو انت اجدد لك على بياض وانت تيجي تتعالى وتطلب ثلاث اضعاف اللي انا باخده وانا زي زيك؟ انت بلاي ميكر بس انا اللي بنفذ فكرك، اذا ما نفذتوش انت محدش هيقول خلق فرص ولا حاجه. الثنائيات اللي موجوده، الميكانيزم، طب ما هو احنا هل اهتز اداء الاهلي مع اهميه عبد الله السعيد؟ هل اهتز اداء الاهلي النهارده وهو مصاب ولا ما زال يقدم؟ ممكن عبد الله السعيد بيدي لك حلاوه اكتر، يدي لك انتاجيه اكتر، لكن يظل الاهلي بدل ما ما ما, ما يستغل بنسبه 90% هيستغل ب 75% او 80%. هو ايضا في هو الاول برضه، هو المتفوق الذي يقدم الكره الجميله الى ان تستطيع ان تعوض. وانا عشان كده ما بتقول لي النادي الاهلي طلع محمد فخري فوق
لان عندك احمد حمدي يقدر يؤدي، عندك طبعا قبلهم صالح جمعه، محمد فخري، في حلول، بس عايزه وقت. الوقت ده استفاد منه وخده عبد الله السعيد. عبد الله السعيد من 4 سنين مش زي النهارده رائع ونضج تماما. نرجو، وانا واحد من الناس اتمنى ان يبقي اللاعبان في النادي الاهلي وهم في قماشة الاهلي وفي نسق النادي الاهلي دون ان يحرج ادارة الاهلي في اي شيء تاني، لاني لا اتصور ان ادارة الاهلي هتحرج، ولا اتصور كما اكد لي الكابتن سيد عبد الحفيظ بنفسه قبل الدخول الى الاستوديو، هذا كلام غير موجود، وانا مفيش حاجة اسمها ارقام وبغري وبدي حد اكتر من حد، عندي نظام هديله افضل ما يتيحه هذا النظام. ارجو ان تكون الصورة واضحة ونتوقف عن الملاحقة اليومية للجهاز واللعب. اللعب عندنا لاخر الموسم، اذا جاء اخر الموسم وما ما جددوش هيبقوا فري، جددوا قبليها في اللحظة اللي هجددوا فيها يبقوا يشكروا ويعلن هذا الامر. اذا الامر واضح. عندك حاجة بتأكد اللي انا قلته المفهوم ده وران؟ عايز اتكلم في 3 نقاط، مسألة اهلوية ومسألة أخلاقية وأخيرا مسألة احترافية. المسألة الأهلوية ملخصها أنه الأهلي بيقدر جدا قيمة 2 لعيبة كبار في منتخب مصر، مش في النادي الأهلي بس. عشان كده زي ما المهندس عدلي أشار، الأهلي قدم لهم العرض الأفضل، العرض الأعلى، العرض الأنسب، اللي بيراعي كل الاعتبارات، بيراعي قيمة النجمين الكبيرين، وبراعي نظام الفريق والذي يطيح وحقوق كل الاطراف، مش بره النظام، على تاكيد على انه ما فيهوش توسيع للفوارق بين نجوم الفريق او استثمار نجوميتهم في الاعلانات الاول في النادي يعني الاهلي. عشان الناس تفهم ما يطيح النظام استثمار نجوميتهم في اعلانات، اللي هم ممكن يجي يقول لك طب ما نعملها من غير النادي الاهلي. اي ممكن تعمل اعلان ولا 2 من غير النادي الاهلي اول ما تمشي، بس السنه الجايه مش هتلاقيهم. فدي المساله الاهلاويه فيما يخص الاثنين. تم تقديم العرض الافضل الانسب الاعلى اللي بيراعي كل الاعتبارات واللي ما بيوسعش الفوارق. صحيح انه ايديك صوابع ايديك مش زي بعضيها، بس ما فيش صباع موجود وصباع مقطوع. الصوابع موجوده مع فوارق بينيه تسمح بحاله الفريق وقيمه بناء الفريق. دي المساله الاهلاويه اللي لازم تكون في الاعتبار، انه الاهلي غير مقصر في تقدير قيمه النجمين وكل زمايلهم معاهم. المسألة الأخلاقية الحقيقة، عبد الله السعيد وأحمد فتحي 2 من النماذج المخلصة جدا، ما لهمش مشاكل جوه الفرقة الحقيقة، وارد جدا، ونتمنى إن شاء الله تعالى إن هم يكملوا أو واحد منهم يكمل. في واحد فيهم عنده عرض جاد، ربما الظروف الاحترافية تدفعه للتفكير في ده. اللي أنا نفسي فيه من الناحية الأخلاقية، الجمهور ما ينفعش يقلب بين يوم وليله على لاعب لا يمكن فيها. مش مطلوب هذا طبعا. جمهور الاهلي اكثر احنا بنقول بس اهدوا اهدوا. جمهور الاهلي اكثر تقدير لاولاده ونجومه وابنائه، وعارف اللعيب الكويس من اللعيب الوحش. اذا كانت ظروف الاحتراف حتمت او هتحتم على اي واحد فيهم انه يلبي عرض خارجي عنده دوافعه وعنده سنه وعنده طموحه وعنده اختياراته، هذا في النهايه ده حق طبيعي. ما ينفعش نخرج اي لاعب وما قصرش معاك لاخر لحظه واحنا بنغلط في حقه او بنساله او بنقلل من قيمته وقيمه عطائه للاهلي. بالعكس، خليكم فاكرين اللقطه الحضاريه الرائعه لما كريستيانو رونالدو ساب مانشستر يونايتد وراح ريال مدريد، لما اتقابلوا وقف جمهور مانشستر يونايتد يسقف لكريستيانو رونالدو وهو بيواجهه. ده اللي لعب النجم اللي اسعدهم، وده النجم اللي فرحهم كتير جدا، وده اللي هم احبوه. كون انه الاحتراف اداله الحق ان هو ينتقل في تجربه اخرى، لا، على جمهور الاهلي دايما وابدا يثبت انه جمهور حضاري، جمهور بيقدر اللاعب. كمان اللاعب ما يحسش انه بين يوم وليله ممكن يتباع، لا، او انه لا يعوض، لا، او انه لا يعوض. لا يعوض، احنا اللي رسخناه الاعلام. مفيش له بديل، مفيش. انا عايز اقول لكم على حاجه، ده اللي خلى جمهور قلقان، لكن لا، مفيش حد مالوش بديل. ايه رايكم؟ انا هقول لك حاجه، لا، انا قبل ديت في الجمله دي يا باشمهندس، ابو تريكه، مش هنروح بعيد، ابو تريكه وقت ما اعتزل ما حدش كان يعتقد انه عبد الله السعيد يملك القدره
على ان هو يسد هذا الفراغ الكبير جدا اللي كان بيشغله ابو تريكا. ناس كتيره خافت على مختلف مستقبل الفريق بعد ابو تريكا. لكن الاهلي اللي خد بطولات مع كل النجوم وكل اللاعبين قادر دايما وابدا بنظامه انه يفرز دايما وابدا اللعيب المناسب اللي يقدر يؤدي الاهداف المطلوبه بنظامه. لو هذا السيستم اختل والله ما هيطلع لا السعيد ولا الحزين على الاطلاق. لو سيستم النادي الاهلي هو اللي اهتز لانه هذا النظام بكل ضوابطه بكل هو اللي عمل الفارق هو اللي صنع هذه الفارق. كل الناس لما تيجي تتكلم عليها تقول لك ايه الاهلي اداره مستقره منظمه واضحه سياستها ما ويقول لك كده الفريق ما يتغير ما يتغيرش نفس الاداء نفس الشخصيه. ايوه كلمه الشخصيه دي ليها ثمن بالظبط. انك انت ما تكسرش نظامك علشان رغبتك العارمه في انك تحتفظ بحد بتحبه. بنحب عبد الله سعيد جدا، بنحب احمد فتحي جدا، نجوم رائعين ولهم قيمتهم، لكن لو هم شايفين مصلحتهم ان في اللحظه دي بعد ما قدموا كل شيء باخلاص لاخر لحظه خلاص نتمنى لهم الخير قفلوا ونتمنى لهم الخير لكن كنا نود بقائكم معنا وما تزعلوش مننا ان احنا ما قدرناش نستجيب لهذه الطلبات اللي نراها تهد الفرقه ما تبنيهاش. بالظبط. النقطة التعاقدية أو المسألة الاحترافية الأخيرة دي ربما تكون في السيستم الإداري يجب مراعاتها. إنه فريق زي النادي الأهلي بيشارك في بطولات متداخلة، أنا رأيي الشخصي قد أكون مخطئ فيه لكنه رأيي الشخصي، من الناحية الاحترافية ما يصحش أسيب لعيبة تقال لنهاية عقدهم. مش عايز ألوم المجلس اللي مشي ولا ألوم الجهاز ولا ألوم مدير الكورة، لكن لقادم المرات الأهلي بيخوض بطولات قوائمها متداخلة. بمعنى إيه؟ الموسم بيبدأ وأثناءه بيبدأ موسم قاري آخر، فأنا عندي دلوقتي قيد أفريقي، أنا سجلت عبد الله السعيد وأحمد فتحي وممكن يكون عندي 3 4 5 لعيبة عقودهم بتخلص. لما أسيبهم لغاية نهاية عقدهم زي دلوقتي، طب افرض وده حقهم ما جددوش، يبقى أنا فقدت المكان الأفريقي بهذا العدد. ناهيك على إن أنا ما عملتش الحسابات الفنية بدري. فأتمنى إنه درس عبد الله وفتحي يكون أضاء جهاز إنذار شوية، إن أنا في حتة التعاقدات أسدت في أموري بدري شوية. أنت عايز المجلس السابق كان يجدد السنة اللي فاتت لعبد الله وفتحي. بالظبط. ليه؟ لانه ما هو انا خلاص، ما انت قمت ليه بقى؟ انا عايز اقول لك نقطه استاذ ابراهيم، كيف تطلب من وضع هذا التاريخ ان يجدده؟ فهو جدد له سنتين ليه؟ عشان بعد عشان يقول له زود لي سنتين؟ ما جددش 4 ولا 3 ليه؟ هو لو كان عايز يتجاوز هذا التاريخ كان عمل لهم 3 سنين. انما هو اراد ان بعد السنه دي ان ما كانش موجود المشكله دي تبقى موجوده، لان انت عشان تجدد انت جاي وانت يعني تفاجئت ان عقدهم يخلص 2014، ما انت لسه عامل لهم العقد السنه اللي قبليه. كنت جددت لهم وتجاوزت مده والسن يسمح انك تدي 3 4 سنين. خاصه ان العقود بتبقى يعني ارتباط متبادل بين الاثنين. لكن انت نقطه، طب لو انا موجود عندي الحل، هو عنده الحل حطه في دماغه، بس حل قد لا يتناسب مع نظام الاهلي، اما مع ضابط الفريق نفسها. اما انك انت طب وما كنتش موجود، خلاص بقى كل واحد يشيل شيلته. واحد يجي يقول لك ايه، لا طبعا ما المجلس ما كانش يقدر يعمل عقد ملزم اكتر من نهايه مدته، ودي وجهه نظر عشان ما نسقش النيه. انا بقول لك كل الاحتمالات اللي الناس بتفكر فيها. في كل الاحوال سيبك بقى، انت دلوقتي بتجدد 2 لعيبه كبار، 2 بيتنافسوا على افضل لاعب في مصر، لهما أن يطلبا أفضل ما يتيحه النظام مش أكتر من كده، لو هم عايزين أكتر من كده وشايفين أن في عروض جايبه لهم أكتر من كده هذا حقهما، ولكن لا عايزين ضغوط إعلامية ولا ضغوط جماهيرية لا علينا ولا على النادي الأهلي ولا على اللعيبة ولا على السيد عبد الحفيظ. سيد يؤدي دوره بأكمل وجه بكفاءة عالية وفي إطار احترام نظام النادي الأهلي. صحيح. نمرة 2 اللعيبة بقى، الكرة في ملعبهم شايفين مستقبلهم ازاي. يمكن واحد يجي يقول لك انا هبطل خالص علاقتي بالكرة وهدير اعمالي، فانا محتاج المبلغ ده اعمل بيه مشروع.
حقه حقه. واحد يقول لك والله انا راجل محترف عايشني النهارده وموتني بكره، انا عارف بكره في ايه. حقه حقه هو في النهايه محترف، بس يخلص لي لاخر وقت. هل بيخلصوا؟ اه بيخلصوا. بالظبط بالظبط بيخلصوا. اه بيخلصوا. يبقى اذا خرج يخرجها بتقدير، وان بقي وان بقي بتقدير اكبر باحتضان وحفاوه. دي الثلاث مسائل اللي قلت لحضراتكم عليها في وجهه نظري، الاهلاويه والاخلاقيه والاحترافيه. طب ما نشوف راي الكابتن سيد عبد ومدير الكوره وهو يتحدث لاون سبورت عن موقف عبد الله السعيد واحمد فتحي. يعني حديث الساعه او موضوع الساعه اليومين دول، وحضرتك تعرضت فيه لنقد شخصي بعيدا عن الجهاز الفني، تجديد عبد الله السعيد وفتحي، ايه اخر التطورات فيه ورد حضرتك على اللي اتقال ايه؟ لا، عبد الله السعيد واحمد فتحي يعني احنا عارفين كويس قوي مكانتهم وقيمتهم، لكن في النهايه في وقت معين هنعلن الدنيا ماشيه ازاي بدون اي تجميل للصوره. بالعكس يعني اللعيبه مقدرين موقفهم، مقدرين هي عملت ايه للنادي، واحنا كمان كنادي عاملنا حاجه كتير قوي مع كل اللعيبه. لكن في النهايه يعني هنقعد مع او بنقعد مع اللعيبه وبنتكلم معاهم، وهنقول بالتاكيد النتيجه سواء كده او كده، لان ما فيش مشكله اطلاقا. ده عالم كره القدم يعني. فيما يخص النقد اللي انت بتشير اليه، يعني اعتقد ان في كلام يتقال وفي كلام ما يتقالش، وفي كلام يترد عليه وفي كلام ما يتردش عليه. يعني مفيش رد على الكلام؟ لا، ما اعتقدش. يعني الكلام لما يبقى بالمستوى ده يعني اعتقد ان مفيش حد يقدر يرد عليه. طيب عوده، طبعا عايزين ناخد اتصالات حضراتكم وما نضيعش وقت كتير، كلمه نص في كل مكالمه عشان نقدر ناخد اكبر عدد من الاتصالات، وبرضه ننهي الفقرات المهمه اللي جايه، لعلنا نكون المره دي اتكلمنا وش كده وادينا لكم الحقيقه وش اللي ما تسمعوش غيرها. تقروا بقى ارقام، تقروا كلام، تقروا انظمه، انسوا الكلام ده. استاذ ابراهيم، سمحت لنا حضرتك ان احنا ناخد بعض الاتصالات، وانا بحييك على هذا القرار. انا كل اذان صاغي. عندك مشكله في السماعه، انا هعالجها. دلوقتي احنا عايزين نتحدث عن مشوار الاهلي الذي يتوالى بنجاح وانتصارات. اها. ويتوالى الاشاده في النقطه اللي احنا بنقولها، ان الاهلي باي فريق بقى خلاص وصل الى مرحله التلاحم مع الجهاز الفني، انه بينفذ الفكر بتاع الجهاز الفني باي تشكيل ينزل، وهذا قمه النجاح للجهاز الفني وللعناصر كلها اللي بتثبت ما فيش حاجه اسمها اساسي واحتياطي في النادي الاهلي. كل واحد له طعمه. ايوه. بيؤدي بيه. ايوه. والذي يطمئنكم ايضا ان الاهلي في النهايه يا جماعه مش هيبقى في مأزق. لا، الاهلي هيأدي. وعلى فكره، طب جالنا تليفون احمد من سوهاج. اتفضل يا استاذ احمد. كابتن عدلي. اتفضل يا حبيبي، معانا استاذ ابراهيم بيسلم عليك. عامل ايه يا باشمهندس عدلي وانت استاذ ابراهيم؟ اهلا بيك. عامل ايه؟ اقول لك يا استاذ عدلي. اتفضل. ممكن طلب بس؟ نعم. طلب. سامعك، اتفضل. عايزين طيار خاص للنادي الاهلي تبقى تحت ملكه. وثاني إيه؟ حاجه، يا ريت تعلوا الصوت يا جماعه في الاستوديو شويه. طياره خاصه، طياره خاصه للنادي الاهلي تبقى ملك. طياره خاصه. شوف الطموح. من اتوبيس. لا مش عايز طياره. عايز طياره باذن الله مع النقله الجديده. ان شاء الله. اقول لك يا استاذ عدلي، بس المطار يبقى اسوان بقى. سواج. لا، سواج سواج الدولي. اتفضل. اقول لك يا استاذ عدلي، احنا كجماهير الاهلي يعني بنحبوك كلها، يعني مش عارف يعني ايه السبب. بتحبوا مين؟ الاهلي ولا بنحبوك انت ليه يعني؟ الاستاذ ابراهيم وانا يعني. عشان 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 احنا الاستاذ ابراهيم ده حاجه خاصه، لكن انت ليه يعني بنحبوك انت بيحبونا علشان احنا ناس بنحب الاهلي. وكل اللي يحب الاهلي يتحب. انت هيكون في النادي الاهلي وبنعشقك يعني. ما انا ما بحبش كلام توجه لي كده. اتكلم ابراهيم بقى. وبالنسبه للاستاذ ابراهيم، اتكلمنا على الاستاذ محمد، تعرف اسمه ايه ده، الصحفي العمال كان يتكلم على الاهلي ويدبح محمود الخطيب، ورد عليه انت يا استاذ ابراهيم. محمد مين؟ انك انت بلديات صيام ولا مين؟ من اسيوط. طبعا عارف محمد مين؟ محمد مين؟ طب يا احمد صيام؟ محمد شبانه ولا مش شبان؟ عارف محمد صيام ولا محمد شبانه؟ محمد شبانه تقريبا. اللي بيقول عنده برنامج ولا اللي بيكتب في الجورنال؟ لا، بيكتب في الجورنال في المصري اليوم. ومستقصد الاستاذ عدلي على طول مش عارف ليه. محمد صيام.
طيب تقصد استاذ عدلي مش عارف اعمل لك انت يا استاذ عدلي انا عملت له ايه علشان يا ابني ما هم دول اللي كانوا مخترقين ومشيوا ما انا عارف المصالح وقفت يعني ممكن عاملين زي الفيران يعني مؤاخذه كده اعمل لما اطلع بط يعني لا 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 يا ابو حميد لا لا يا ابو حميد شكرا جزيلا يا احمد لا ما ما تشتمش بس وفران يعني عشان ما تسخنش اتفضل طيب احمد من سوهاج نشوف احمد من الجيزه طب ما انت سامع يا استاذ ابراهيم بس سامعك انت اقفل التلفزيون الو يا احمد اقفل التلفزيون اقفل التلفزيون وطي الصوت يعني اسمعنا من السمع وطيت التلفزيون قول اللي عندك الو اهلا بيك ازيك يا استاذ عدلي اهلا وسهلا ازيك يا استاذ ابراهيم عامل ايه اهلا بيك يا استاذ احمد عايز اللهم عايز عايز اروح للاهلي وكده العب انت لعيب كوره يعني انت لعيب كوره ولا عايز تقلبها عايز تلعب مع اصحابك ولا ايه مش فاهم اقدم الحاجات دي ايه يا استاذ احمد خش معانا في الموضوع على طول ماشي ايه الاستاذ احمد لسه بيفكر شوفوا لنا اذا كان في مكالمه تاني الاستاذ ولاء من المنصوره الو ايوه اهلا بيك يا ولاء اهلا بيك اهلا بحضرتك اهلا يا كابتن عادلي اهلا استاذ ابراهيم اهلا بيك اهلا بيك انا بس عايزه طبعا اشكر حضراتكم طبعا على البرنامج الجميل ده اللي سند وظهر الاهلاويه بجد يعني شكرا انا طبعا انا الاول طبعا بوجه الشكر والتقدير للكابتن حسام غالي وبقول له سلاما على من اتخذ الاهلي وطن لانه هو فعلا ده رمز الانتماء وبقول يا ريت كل ناشئ ياخد كابتن حسام قدوه له تمام هي دي النماذج اللي فعلا بتخلي الاهلي يستمر ويكمل لان كل جيل لازم يطلع فيه قدوه كده الناس تتاسى بيه تمام يعني الله ينور عليك يا ولاء الله اتفضلي ربنا يخليك انا بقى عايزه اتكلم يا كابتن عدلي على التحكيم لان احنا ما بنكونش احنا مش خايفين على الله ابقي معنا بنخاف على التحكيم كل اللي نقول لك ابقي معنا ابقي معنا ابقي معنا ابقي بالقاف مش بالكاف ابقي وبعدين ابقي ابقي معنا او استنينا الفقره اللي بعد دي هتلاقي فيها كلام اعتقد انك عايزه تقوليه مين تاني مين احمد من اسكندريه عشان اسكندريه يعني ما سمعتهاش بعيد اتفضل يا استاذ احمد كابتن عدلي مساء الخير استاذ ابراهيم مساء الخير اهلا بيك اهلا بيك بحب اوضح بس اول نقطتين مع حضراتكم اللي انا سمعتهم من البروتوكول اللي يتعاون مع محافظه القاهره فده شيء جديد يشكر عليه طبعا الكابتن الخطيب والسيد المحافظ اتفضل يا فندم والسيد المحافظ يعني طبعا الخطيب ساعة والمحافظ قبل حاجة طبعا جميلة طبعا يعني ودي قامات كبيرة ما حدش يقدر يتكلم فيها والنقطة الثانية بتاعت كابتن حسام غالي طبعا ده راجل بسم الله ما شاء الله كابتن النادي الاهلي وراجل محترم وكلامه منسق جدا ومن غير ما يغلط ولا يخطئ في اي شيء من اللي كان الفترة اللي كان موجود فيها الرئيس مجلس الإدارة الصادق ولا حد قبل منه وبرضه ده يشكر عليه كقيمة كبيرة جدا من النادي الأهلي ده كابتن حسام غالي أما بالنسبة للنقطة الثالثة اللي هي بتاعت كابتن أحمد فتحي وكابتن عبد الله السعيد اللي احنا اتعلمناه وتعودناه من النادي الأهلي ومن مبادئه اللي ما حدش بيلوي ذراع النادي الأهلي يعني هو مش بيلوي هو بيقول لك عنده عروض عنده عروض مش بيلوي يعني هو مش طالب منك يعني انك لازم توافق له على طلباته هو بيقول لك عندي عروض لكن اذا قابل ان يبقى في الاهلي بنظام الاهلي وياخذ افضل ما لدى الاهلي ويستفيد ببعض المدخولات الجانبيه اللي بتتحال نجوميته الخاصه اهلا وسهلا على فكره الوضع لم يحسم حتى الان ده انت اديتني نقطه عشان اتكلم عشان في ناس قالت انتهاء التوقيع وانتهاء لا هو انتهاء اخر ما يمكن التوصل اليه قد نسمع قرار ايجابي بكره بعده
وان يبقى في الاهلي هيبقوا على راسنا، او يبقى واحد ويرحل الاخر، او الاثنين يمشوا او الاثنين يقعدوا، وفي كل الاحوال هم على راسنا. ادوا للنادي الاهلي واخلصوا سابقية مخلصين طول ما هم بيلعبوا لينا، ولهم تقديرهم واحترامهم ان بقي وان يعني لم يبقي. طيب مين تاني؟ ابراهيم يا عم من الشرقية. يا ابراهيم السلام عليكم يا باشا. اتفضل يا ابراهيم، كلم ابراهيم. حضرتك احنا بنحيي الكابتن حسام غالي طبعا على مجهوده معانا طول السنين دي كلها. وطبعا احنا يعني الكابتن احمد فتحي قيمه كبيره، والكابتن عبد الله سعيد قيمه كبيره طبعا، ولو جددوا يبقى مكسب الاهلي، ما مش جددوا يبقى هي خساره الاهلي وخساره ليهم، لان الاهلي هو اللي صنع مجدهم واسمهم، فنتمنى من الله ان هم يجددوا. كلنا بنتمنى هذا، والخسائر مش هتبقى يعني لا، هو هي بالنسبه لهم هتبقى مكاسب ماديه على حساب حاجه ثانيه. عبد الله السعيد وانا احمد فتحي الاهلي طلع امجاد الخطيب وغيره وغيره، هذا ده اللي انا عايز اقوله يعني. ما بلاش بلاش برضو كمان ترسيخ فكره ان الاهلي هيقع، لا الاهلي هيمشي وهيكمل وهيعوض وهيستمر، وهناك اخر هياخد فرصه وهيثبت. لكن كمان مش عايزين نحاسبهم على قرار من وجهة نظرهم هو حق، قد أي واحد فينا ساعة لما تحط في الموقف ياخده، ما الله أعلم. لكن في ناس بتضحي بهذا مقابل حاجات تانية، وفي ناس ليها حساباتها الشخصية لازم نحترمها. لكن إذا بقي أهلا، إذا لم يبقي مصلحتهم يبقي بالحب أو يرحل باحترام. يا سلام عليك يا أستاذ إبراهيم، دي لخصة الليلة كلها. بعد أنور بقى نشوف شغلنا ونرجع للتليفونات. أنور من الشرقية. مساء الخير يا حاج عادل. السلام عليكم. سلام ورحمه الله. ازيك يا استاذ ابراهيم؟ اهلا بيك يا استاذ انور. ازيك يا حاج كابتن عادل القيادي؟ يا انور وطي التلفزيون هنا. قريب منه معلش. لا ابعد عنه لانه هو صوته بيوصل لنا معاك مش سامعينك. اتفضل يا استاذ ابراهيم. استاذ انور. انور. السلام عليكم. لسه عايش معاك؟ اهلا بيك اتفضل. يعني بقول للكابتن عبد الله سعيد والكابتن احمد فتحي، الاهلي ما بيقفش على حد. هم ما قالوش ان الاهلي بيقف على حد على فكره يا جماعه، يعني عشان ما نحملهمش برضه موقف ما يقصدهوش يعني. يعني طيب غيره. كان الاهلي اللي عمل الناس دي اصلا. وشرف لاي واحد يكون بيلعب في الاهلي. ما دي مش قضيه مطروحه. طبعا. وهم مش بيجادلوا في هذا. طبعا. لا معلش بس اللي بيعملوه ده في حد لعب في دماغهم. لا 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 يعني يروحوا نادي غير الاهلي في مصر؟ لا 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 ما اظنش الامور كده ابدا. اتفضل انور. خلاص اجلوا المكالمات واعتذروا للساده المشاهدين. نخش بقى في ال اتفضل. طيب هنطلع لفاصل، فاصل وبعد منه فاصل نشوف كيف تواصلت الانتصارات. انت طلبت فاصل؟ اهلا بحضراتكم من جديد. بقى الحلو كام بقى؟ هناك رايان، في راي انه بقى الحلو 7 نقاط، 7 نقاط وتظهر النجمة الرابعة في سماء الأهلي فعليا، 7 نقاط ويحتفظ الأهلي بدرع بطولته المفضلة، 7 نقاط ونفضها سيرة، 7 نقاط ويتفرغ الكابتن حسام البدري لتجهيز عناصر الفترة اللي جاية، 7 نقاط ويسدل الستار على منافسة درع الدوري، لكن ربما يكون قبل كده بحسب نتائج الفريق الثاني المنافس، اذا كان الزمالك مكمل في الوصافه او الاسماعيلي يستعيدها. فاضل كم مباراه يا استاذ ابراهيم؟ لكنه خليني اقول لك، اصل مش 7 نقاط، فاضل كم مباراه؟ خليني بس اقول لك الاول، هذه الاحتفائيه بفوز الاهلي على الانتاج، وممكن تحسب على المصري، يعني عمنا من الوسطى بيلحقني بيقول لي الحساب على المصري،
الحساب على صاحب المحل يا عم منى. جريدة الأخبار بعد الفوز المستحق للأهلي على الإنتاج الحربي قالت الأهلي عطل عجلة الإنتاج. فاز 2-1 وحقق الانتصار 13 على التوالي واقترب من الدرع بقوة. والأخبار المسائي الحقيقة بتعمل رياضة هايلة. الأهلي محدش قادر عليه. الأحمر يفوز على الإنتاج بهدفين ويبتعد بصدارة الدوري. والأهرام الأهلي يهزم الإنتاج 2-1 ويدخل مرحلة حسم الدوري مبكرا. جريدة المساء قالت بعد الفوز في مباراة صعبة قطار الأهلي يقترب من الدرع 40. هزم الإنتاج العنيد 2-1 أزاروا تألق رغم عدم التهديف. والأهرام المسائي الأهلي قطار الليل. هزم الإنتاج بصعوبة 2-1 وحقق الانتصار 13 على التوالي. حمود يتقدم وأمر يتعادل والفوز لأجاييه وفاروق خارج الخدمة. بص أنا عايز أضيف بقى الأهرام المسائي للأهرام المسائي للأخبار المسائي للأخبار المسائي. فالمسائيات حطت أفضل عنوانين حتى الآن. لما أقول لك الأهلي ما حدش قادر عليه ها؟ عايز أضيف جملة بس. الأهلي يفوز على إنتاج بهدفين وبتعد بستارة الدوري ما حدش قادر عليه حتى التحكيم. حتى التحكيم. ضيف الجملة دي. معلش ما احنا بتدعمها ايه بقى؟ وفاروق خارج الخدمة. اليوم السابع ليه اخترت عشان بيخدموا على بعض. اليوم السابع قال الاهلي يهزم الانتاج بصعوبه يعزز صدارته للدوري. والاهلي الرسمي الموقع الرسمي للنادي الاهلي يهزم الانتاج الحربي 2-1 بهدفي حمودي الشديد واجاييه. ده خبر. اليوم السابع المدرب سموحه لابد من دراسه ظاهره الاهلي. وده الكلام المهم الحقيقه. كنت اتمنى ان احنا نسمعه صوت لانه قاله الكابتن او الدكتور ميم عبد الرازق في اذاعه الشباب والرياضه للكابتن وليد صلاح الدين. قال الكابتن او الدكتور ميم عبد الرازق المدير الفني لسموحه ان فريق الاهلي يمثل ظاهره حقيقيه لابد من دراستها موضحا ان لاعبي المارد الاحمر يخوضون كل مباراه بدافع الفوز ولا شيء اخر. ولديهم دوافع غير عاديه لتحقيق هذا الهدف. ده الكلام يا جماعه اللي بنقوله. سيبوكم من النفسانه ومن الحاجات الصغيره قوي وان انتوا تحكوا في اي حاجه. الناس المتخصصه والناس اللي بتلعب ضد الاهلي والناس اللي شايفه شوفوا راي الكابتن حلم طولان في النادي الاهلي ايه. وشوفوا راي الدكتور ميمي عبد الرازق المدير الفني لسموحه. ان دي ظاهره يجب دراستها، ظاهره يجب الاهتمام بيها، ظاهره يجب التعلم منها. قال لك ده فريق في كل مباراه عنده دوافع قويه جدا للفوز، عنده مدرب قادر ينشط نظريه الدوافع بهذا الشكل، عنده لعيبه ما بتشبعش، عنده جمهور لا يعترف ولا ينتظر من فريقه. ده هو بيقول لك حاجه قافل بيها الكلمتين بتوعه. بيقول لك هو حريص على الفوز سواء كان متقدما او متراجعا. دي ثقافه ملوش دعوه. هذه ثقافه. ميم عبد الرازق او دكتور ميم عبد الرازق هذا الكفء المظلوم الذي لا يحظى بحجمه الحقيقي. لم يفشل مره وفي كل مره يعود يحقق انتصارا مدويا على الزمالك على الاهلي على على المصري على طب ايه اللي يعني معطله؟ جزء من اللي معطله انه ما زال محتفظ باسمه كلاعب كره. ميمي عبد الرازق. تعرف الراجل ده لو اسمه الدكتور محمد عبد الرازق وكان غير هذا الكلام. انا على فكره انا مش بوجعه، انا والله زعلان عشانه جدا لان الناس لا هو الدكتور محمد عبد الرازق الراجل الناجح جدا الفني جدا. خدوه بهذه الجديه. ما هوش لسه ان هو تملي المتفرج عامر يستعين بيه لمرحله كده وبينجح ينجح وبعد كده انت عايز رايي طول ما هو ناجح سيبه. عندما يهتز تكون انت مجهز البديل، انما بتغير وهو ناجح. وبعدين الفشل مش في ال ما بقاش في قناعه كامله باستمرار. الاسماعيلي والمقصه دفعوا ثمن تغييرات كتير جدا. واخد بالك؟ احيانا انك انت تبقى متراجع في ماتش ولا اتنين ولا سوء بخت
ما قد تعويضها بثلاث اربع انتصارات ورا بعضها. حدث هذا المصري وانطلق جاله فتره اتهز في النص كده. ها الاهلي بعد الانتخابات جات له شحوب في السبعه بونت راحوا منه وانطلق. عايز اقول لك ايه؟ الاستقرار طالما ان في شيء فني بيحدث على ارض الواقع. انما انت بتطلع لي كابتن طلعت قال لك بتطلع لي لعيب مهم ها وما عنديش زيه. قال يعني انت متفق على ان الفريق مش هيظل على انيابه. خلص من ثلاث اربع لعيبه في سموحه لازم يقل شويه لحد ما يستعوضوا يحتاجوا برضو وقت مع المدرب الجديد. فالتغييرات الكتيره لا تكون في صالح الا الفرق المتراجعه قوي اللي بمجرد ما يجي جهاز يكسب لهم ماتش او اتنين يحسن من موقفه. انما الفرقه التي تتنافس عليها التمسك باجهزتها الفنيه. طيب نشوف بقى. هذه ليست نصيحه ولا صادر على احد لان ذكرت انديه مش من حقي يعني. بس انا بقول دي صابر بعديه حدث هذا الاسماعيلي في 8 ماتشات جاب 20 بونت وشوف في 8 ماتشات التانيين جاب كام. طيب في تحليلات الخبراء بقى فيديوهات التحليل نشوف البدايه للكابتن حسن شحاته في دي ام سي. كيف راى اداء الاهلي امام الانتاج واداء ازارو واجايه بالتحديد؟ لقاء يعني احنا اتمتعنا بيه بادائه من الفرقتين يعني بالرغم زي ما احنا قلنا في الشوط بعد الشوط الاول قلنا ان الانتاج الحربي ند قوي جدا للنادي الاهلي. ده بجانب ان هو برضه فيه زي ما قلت لك هم الاربع لعيبه قلت لحضرتك ان هم مش في مستوى مش هقول وحشين لكن مش في مستوى. ولو احنا جبنا في الدقيقه 59 الهدف اللي كان بين وليد ازارو وبين اجايه يقول لك بالظبط ان هم مش في حالته. فرصه اللي ضاعت الفرصه الثانيه بتاعت وليد ازارو اللي اتعملت دبل باص مع اجايه ودخل بيها وانفرد اقول لك ان هم مش في حالتهم. اهي بص شوف دي كويس. لكن مع سر اللعبه دي بص دي بص وليد ازارو هو بيحطها في الجول خد بالك هو بيحطها في الجول لكنها اتعملت عرضيه مش ممكن دي تروح من اجايه ما تروحش صحيح. من اجايه مستحيل. الكره الاصعب اللي جابها يعني الكره الاصعب اللي هو جابها مرتده من حارس المرمى بعد شوطه قويه جدا جدا من عمرو السوليه هو بيسندها سنده هو دي يعني هو عودني على سندته دي اللي هو ببوز الجزمه كده الكره تقف صحيح ولا بطن رجله ولا من بره رجله لا ببوز الجزمه بص الكره تقف يلعبها مرتاح. عشان كده بقول لك لو هم في حالتهم كانت النتيجه زادت عن 2-1 صحيح. لكن هي مباراه في حد ذاتها مباراه جيده مباراه قويه من الفرقتين ومن الطرفين. يعني هنا احنا اتكلمنا في الاول وقلنا ان كابتن حسام ما عندوش مشكله في الدكه بتاعته لان الدكه بتاعته تقيله قوي وما بيغلبش ان هو يغير. النهارده الكابتن مختار بيقول لك ان احنا لما لعبتنا تعبت وفي كم واحد اتعور ما بقتش ببص للدكه مش عارف العب مين وطلع مين والكلام ده كله. فدي بتثبت ان انت لما يكون عندك لعيبه بره جيده ودي ما تزعلش اللعيبه عشان كده ما دي ما تزعلش اللعيبه الاحتياط زي وليد سليمان. وليد سليمان لما نزل غير اللعب وغير الشكل وكان ليه ضربه جزاء وحاجات كتيره جدا جدا. فاذا الدكه النهارده ضروريه جدا انها تكون قويه مش ضروريه انها تكون اللعيبه اللي قاعده عليها او اللي قاعده فيها ها اقل مستوى صحيح. من اللاعبين اللي في الملعب او اللاعبين الاساسيين. يعني في اربع لعيبه ما كانوش في مستواهم بس ما كانوش وحشين ودلل على الكوره بتاعت ازارو واجي. انا شايف ان ازارو لعبها بالعرض بصراحه لان لما جت من ظهر الجون واضح قراره ببطن رجله ما حطهاش بوش رجله. انما اجايه كان سبق الكوره ده جنبه ما واجههاش فطبعا هو كان يقدر يتصرف احسن من كده فضيع اسهل فرصه بس دي اصعب اسهل فرصه بتضيع كتير جدا وتعلى فوق العارضه كتير جدا وبتبقى اقرب لجون عشان تبقى تحت العارضه اللي بتبقى لانك انت لو اديتها جنبك غير لما تديها تلتين جسم كده تبقى بتحكمها غصب حتى لو قلشتها تتقلش في الجون. دي حاجة ورأيي المتواضع من الفرجة مش من الممارسة. أنا ما لبستش الشورت وفانيلا ما قلعتش الشورت وفانيلا يا في الشارع يا في أكيد صحيح. المهم عايز تقول حاجة في التعليق ده؟ لا نشوف بقى الأستاذ حسن المسكاوي
عايز اعلق على كذا حاجه الحقيقه. اولا من بدايه الدقيقه 37 او 40 من الشوط الاول كان اداء الاهلي اتغير، زمالك كابتن حسن بن زول وليد سليمان. لكن خلينا من بدايه الشوط الثاني لغايه ما جه الهدف انا منتظر الهدف بتاع النادي الاهلي. الملعب اللاعب بيقول ان الاهلي هيجيب جون. يعني ممكن قوي كان الانتاج يخطف هدف في الشوط الاول. كان لما قال الكابتن مختار لما بيجي له الكوره بيعمل محاولات هجوميه، انما في الشوط الثاني الاهلي هو اللي ضاغط وهو اللي رايح للجون على طول. فرص في العارضه، فرص سهله بتضيع من اجاهيه، الكره بتاعت وليد سليمان دقيقه 48 في العارضه، دقيقه 58 اجاهيه طلع كره بره، الضغط كرات عرضيه باستمرار، علي معلول واحمد فتحي شغالين من الطرفين زي ما هم عايزين. فرقه الانتاج كلها تقريبا رجعت ورا ما عدا خالد قمر. يعني في فروق، فرق مهم جدا. انت مش حكايه عملت دفاع، انت ما انتش قادر تهاجم وتدافع، انت مش قادر. يعني الكابتن المختار بيتكلم على ما فيش فرقه بتعمل شق واحد بس، لا انت اجبرت على انك انت تعمل شق واحد في الشوط الثاني، لان الاهلي بقدراته ومهاراته ولياقه لعبته اجبرك انك ترجع لورا بالضغط بتاعه المستمر. ومش ضغط من لاعب او اثنين او بثلاثه ولا اربعه، ده ضغط من الفرقه كلها باستثناء ايمن اشرف ومحمد دجيل. طيب ده راي الاستاذ حسن المسكاوي، وليه الانتاج اجبر على الدفاع بهذا الشكل وازاي هو مهمة نفسه جدا. لان هو بيقول لك كابتن مختار بيقول انا يعني الدكه وانا اجبرت، لا قال له الاهلي اجبرك. الاهلي اجبرك بالظبط. طريقه لعب الاهلي ونزول وليد سليمان غير امور. ده وليد حط كره عبقريه اهو، ده بقى لما تيجي تقول لي وش رجله تمنيتها هدفا لا ينسى. اللي جت في العارضه دي صحيح. يعني كابتن حسن الشحات قال لك دكه، تفوق الدكه، ووليد سليمان لما نزل وكانه لاعب احتياطي. هو انا بس عايز اعرف معايير اللعيب، اسالك سؤال ده وقتنا يتحمل على فكره. هو مين اللاعب الاساسي اللي بيبتدي المباراه ولا اللي بينهي المباراه ولا اللعيب الذي اذا غاب يحدث فارقا واذا حضر يحدث فارقا؟ الاخيره يبقى ينزل لي بقى نص ساعه، هو ده اللاعب المهم، ينزل لي في الماتش ويتغير لا يقل من شانه، ده اللاعب المؤثر، ده اللاعب المؤثر. ورأينا الدكة فيها بركات وابو تريكا والخطيب، ورأينا الدكة فيها كل عمالقة الكورة، اللعيبة الموجودة حاليا كلهم بلا استثناء صحيح كانوا على الدكة وتغيروا بلا استثناء. ايوه بلعيبة أخرى. الأهلي يعني اللعيب الأساسي اللي هو أكثر انتظاما في الملعب. ازاي تبقى لعيب مؤثر وأنت قد تطلع بميسي في لحظات معينة يقلب لك الماتش؟ صحيح، هو ده اللاعب الأساسي. طيب نشوف الصقر احمد حسن وهو يرى ايه اللي خلى الاهلي تفوق في الشوط الثاني. اداء النادي الاهلي اختلف في الشوط الثاني، وده على فكره الفوز ال 13 على التوالي للنادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي دايما حتى وان كان الاداء في وقت ليست بالافضل، ولكن النادي الاهلي دايما بيسعى ان هو يحقق المكسب. الشوط الثاني النادي الاهلي افضل، الشوط الثاني اللعيبه احساس بالمسؤوليه ان لا احنا نازلين نكسب. طبعا اكيد احنا بنحيي الانتاج على ادائهم، ولازم نحييهم على ادائهم، لان من الفرق القليله اللي في الدوري الممتاز اللي ممكن تلعب قدام النادي الاهلي بالشكل ده، واللي هي ممكن تجاي النادي الاهلي بالشكل ده. ليهم طبعا، ليهم عده فرص. ما كانوش هايبين الموقف زي ما قال الكابتن حسن. ما كانوش هايبين الموقف وبيلعبوا وبيأدوا قدام النادي الاهلي، ولكن في فرق امكانيات، في فرق خبرات، في فرق دوافع كمان بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي. الاحساس بالمسؤوليه وفرق الامكانيات. أيوة. راي الكابتن احمد حسن يؤكد على هذا المعنى ويزيد اليه، الاصرار مع الايجابيه تؤدي الى توالي الانتصارات. نشوف خالد بيبو ايضا يتحدث. يعني التغييرات
زائد اصرار زائد ايجابيه على المرمى قدر النادي الاهلي ان هو يخلص المباراه. مباراه مهمه، مباراه مهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي، تولي الانتصارات مع فرقه محترمه جدا، فرقه الانتاج الحربي، بصراحه لازم نشكرها النهارده يعني على دهب خصوصا الشوط الاول، وقدر ان هو يرجع مع النادي الاهلي في تعادل في 3 دقايق بعد هدف النادي الاهلي. انما النادي الاهلي فعلا دكته كبيره جدا ومحترمه. بتكلم على وليد سليمان، عنده اصرار وعنده شراسه في الناحيه الهجوميه دفاعيا، يعني بيقدر يدافع كويس قوي، بيستخلص الكوره فبيرجع النادي الاهلي في حاله هجوميه بشكل كبير جدا. وجود وليد سليمان زق اجاياي في الناحيه الهجوميه بقى زياده على طول، ما كانش الشوط الاولاني كان بعيد عن منطقه ال 18 وكان بيشتغل على صناعه اللعب اكتر من ان هو موجود جوه ال 18. الكوره اللي ضيعها اجاياي في الشوط الثاني اللي عملها له وليد ازارو بالعرض، ده ما كانش موجود الشوط الاولاني. الايجابيه دي انا على المرمى دي ما كانش موجوده في الشوط الاولاني. اتكلم كمان على التغيير الثاني، اسلام محارب زق برضه النادي الاهلي في الناحيه الهجوميه. النادي الاهلي حول طريقه اللعب، بقى في 5 على الناحيه في الشكل الهجومي للنادي الاهلي بشكل كبير جدا. فدي نمره واحد. نمره 2 صلاح محسن، الكابتن حسام اتكلم عليه ان هو يعني عنده لعيب راس حربه بمواصفات اقدر اوظفه في مكان تاني. اقدر اوظفه في مكان تاني لان هو المكان ده خلاص وليد ازارو حجزه. اللعيب اللي هو عنده سرعات وده بيبقى لعيب من العمله النادره ممكن انت تشتغل بيه على الاطراف، بس لازم يحفظ كويس، لان لو ما حفظش كويس هيبقى الامور بالنسبه له صعبه جدا. كابتن حسام عايز يشتغل بيه العمق، عملها النهارده احمد حمودي كويس جدا وقدر ان هو يجيب منها هدف. لازم صلاح محسن يبقى شغال كده. ده راي خالد بيبو، تحب تسمع له خالد بيبو على فكره. احساس تحليله، عنده احساس الملعب بشكل كويس، احساس الملعب واحساس الفيرود. طيب الشيخ طه اسماعيل بيشيد مش بس بالاهلي ولكن بقيمه رياضيه مهمه جدا كانت في هذه المباراه. اسمع. عموما يعني زي ما قال الاخوان وزي ما اتكلمنا، النادي الاهلي وصل لدرجه من الاتقان، وصل لدرجه من التجانس الكبير جدا، من الوعي الكبير اللي اللعيبه بتادي كل واحد، حتى لو المراكز بتتغير وده بياخد محل ده بيغير ده، في ديناميكيه في الاداء. وبعدين علاوه على ده بيغلب ده كله النقطه المهمه زي ما قال حازم زي ما قال فضل، الاصرار. الاصرار ان انا افوز ايا كان، ودي زي ما انا قلت برده ان دي برده من اول ريجوليشن بتاع الفير بلاي، بلاي تو وين، العب للفوز. فدي برده بتخليك مهما كان الفوز ده يمكن انت مش محتاجه قوي، لكن الشرف والامانه في كره القدم انك انت تلعب للفوز. مفهوم كويس جدا ان الدكتور طه اسماعيل حدد يقصد ايه بالفير بلاي، لانها نقطه مهمه جدا، لان احنا هنقول لكم ان كان برضو بعض معايير الفير بلاي مفتقده في هذه المباراه، محاوله اضاعه الوقت، ادعاء الاصابه كده، انما انك تخرج للكره واللاعب مصاب كانت موجوده. انما القيمه الحقيقيه للفير بلاي ان انت ما تشعرش انك وانت في مركز مطمئن تستطيع ان تجامل الناس بتحبوه، او العكس. الفير بلاي ان تلعب دائما للفوز. الاهلي لا ينظر الى موقعه في الدوري عشان يفوز، جمله تكررت من كابتن حسن شحاته، من كل المعلقين واخرهم الشيخ طه. وهذا تحديد دقيق للفير بلاي، بلاي تو وين. اما يعني الكابتن حازم امام برضو بيشيد بثلاث لعيبه، عايزين نشوفوا ايه اللي لفت نظره في هذه المباراه. بشوف ان كابتن مختار صعب الامور بشكل كبير على النادي الاهلي، لكن زي ما كان قال الكابتن طه، الاهلي شراسه باينه جدا الشوط الثاني، خاصه نص الجزء الثاني من الشوط الثاني، نص الملعب امتلكه بشكل كويس. لكن عايز احيي حسام على الكوره دي وعلى تحرك حمودي، هو ده التحرك اللي نقدر نقول عليه لعيب بيتحرك كويس، لان كلمه لعيب بيتحرك كويس دي بتقال على اي حد بيشتغل، يقول لك ده بيتحرك كويس، هو ده التحرك الكويس، هو ده اللي بيقطع من بره لجوه على الجون يروح يجيب جون. ده الكلمه دي مضايقاك قوي، لان اي لعيب في لعيبه ناس كتير يقول لك بيضيع اجوان مثلا او بتاع، يقول لك بس بيتحرك كويس، بتضايقني بقى، بتموتني، الناس كلها بتتحرك،
لكن التحرك كويس ان انا اروح اجيب جون، ان انا اقطع من قدام المدافع على الجون على طول، مش ان انا اغسلم من بره بس او من جوه بس. لكن تحرك حلو جدا حسام عاشور من كراته القليله قوي، بس فيها دماغ كويسه جدا وواضح ان هم متمرنين عليها. بص الفنت اللي عمله الحمودي نزل الاول لتحت، التحركات دي تحليها على طول، تلاقي صلاح بيعملها في ليفربول، تلاقي دايما في اوروبا بيعملوا التحرك ده. لكن زي ما بقول لك الاهلي طبعا لما عمل التغييرات بتاعتها، وعلى فكره كل التغييرات متوقعه، يعني هتلاقي اسلام محارب دلوقتي خلاص بقى من العناصر الاساسيه كاحتياطي وبديل على طول اولاني، نفس كلام وليد سليمان اللعيب اللي بشوف دايما وليد لاعب الظروف الصعبه، يعني وليد لو ما بينزلش اساسي بينزل دايما بيحل المشكله او دايما بيعمل خطوره على الجون. يعني هتلاقي دايما اي ماتش وليد سليمان فيه هتلاقي فيه 3 4 كور على الجون، تسديدات اسيست، بيروح للجون بشكل كبير جدا، لعيب كويس جدا. الشوط الثاني كان احسن علي معلول بشكل كبير من الشوط الاول، اشتغل بشكل كويس لما اجاي مال عليه شويه ناحيه الشمال ابتدى يبان بشكل كويس. اسلام لما نزل اتمسك نص ملعب وبقى دايما اللعب من الثلث الاخير للانتاج الحربي، ده ما كانش معمول الشوط الاول، كان الشوط الاول بص الانتاج كان بيوصل وصل 3-4 مرات، الشوط الثاني ما شفناش الانتاج تقريبا غير كرات طويله. ده رأي حازم امام. وعايز بالمناسبه اشيد بدور خط الوسط المدافع لانه هو ده التطوير. برافو عليك. اه الجون السوليه لازم نذكره، جون حمودي اللي عمل الاسيست حسام عاشور ببراعه، ده دور تطوير اداء لاعب الوسط المدافع. عمرو السوليه هو اللي متقدم وشايط عشان ترتدي واجاي يسجل، لا والاستخلاص انت عندك حسام عاشور وعندك اجايه وعندك عمرو السوليه، الاثنين لازم نحييهم ولازم نلفت دايما وابدا ان الفريق الكبير والفريق الثقيل هو اللي كل عناصره بتشارك في هذا او في هذه المعاونه الهجوميه حتى قلبي خط الوسط المدافعين. عايز اضيف بقى نقطه الفت النظر ليها اراها مهمه. حسام عاشور والسوليه وقبليهم محمد شوقي. ايوه. خلاص؟ لماذا دائما اللاعب المدافع اللي دوره يستخلص ها ويطلع بالكوره من تحت بنسميه جندي مجهول؟ يقترب السوليه ان يرس الجندي المجهول من عاشور. ليه؟ لان لعبهم مش عنيف، لعبهم نظيف. رغم ان استخلاص الكره عايز عنف. يعني تجد دائما الاضواء ورايحه في ستايل طارق حامد، اللاعب القوي اللي يخش يقطع ما يخوف، انما اللعب الرشيق اللي فيه فكر وتحضير وبتاع تشعر وكانه لا يفعل شيئا، وهو يفعل اصعب الاشياء باسهل الطرق. فهم مهمين جدا. النهارده السوليه قد يجد له مكانا، تذكر كلامي، مع المنتخب ان شاء الله. هو ده ايه؟ نشوف المحلل المنطلق برزانة وتميز محمد فضل في اون سبورت وصفه للاهلي ايه؟ بالنسبه للتغييرات حسام غالي بصلاح محسن تغيير غريب شويه. لا ده تغيير انا عجبني جدا كابتن حسام بدري، ان هو لما لقى ان هو عاوز يكسب فقام عامل تغيير منزل على طول. طبعا احنا كنا متوقعين التغيير بتاع اسلام محارب، واسلام مع يعني المباريات اللي فاتت كلها وليد واسلام على طول لما بيبقى في نتيجه درو يعني عاوز يكسب بيروح منزله. فاسلام اسلام بحسام على طول برضه طبعا. عجبني في الجون الثاني بتاع اجاييه عمرو سليه. عمرو سليه لو جبت الكوره من اولها يا سيف، عمرو سليه كان ديفندر لوحده، اخذ خلص الكوره وخدها وراح وشاط. كابتن حسام بدري عجبني تصريحاته ان كابتن حسام مش مستعجل. انت ممكن تبقى مدير فني تستعجل جدا المباراه، لا هو مش مستعجل، هو مستني وعارف ان كابتن مختار ادار الشوط، كابتن مختار ادار الشوط الاولاني جيد جدا، الانتاج كان مميز جدا، جاله فرص كتير جدا، ولكن البطل هو اللي يقدر ينوع هجماته، ينوع الفرص. لو بصيت على المعدل التهديف يا سيف هتلاقي ان الاهلي مسجل 63 هدف، اقرب فريق ليه الفرق بينهم 27 هدف، فانت عندك معدل تهديفي عالي جدا، عالي جدا، انت بتخلق نفسك مساحات، بتنوع. اما كابتن مختار لعب الشوط الاولاني جيد جدا، قفل مساحات للنادي الاهلي، هو ده بقى فريق البطوله، ان انت لما تلاقي فرقه بتعمل باركنج ورا، او هم ما عملوش باركنج بالمعنى الادق، ان هم كانوا فعلا كانوا واقفين صح، المساحات كانت قليله جدا، ما لقيتش الازار انفرادات زي ما بيحصل في المباريات كلها، حصل بتلاقي كروسز كتير جدا. تحليل رشيق جديد، باركينج يعني ثقافة بقى جديدة
وهو يرى أن الخبرات يرى أن هي دي مواصفات البطل. تعدل على ضوء فريق منظم قدامك، تفركش نظامه ازاي وتتغلب عليه. فعلها الأهلي في الشوط الثاني. أما علاء نبيل يرى برضو فوز الأهلي من وجهة نظر تضيف بعض الشيء. زود على كلمتك يا كابتن خالد، خبرة لعيبة النادي الأهلي زي إصرار لعيبة النادي الأهلي وإصرار صح، في إصرار اللي هم هيكسبوا يعني كلنا قاعدين مستنيين الهدف يجي امتى، صح في إصرار تحس ان اللعيبة من جواها عايزة تجيب جون مكسب. فده طبعا ده بتحسه من أدائهم من تحركاتهم، من يعني في أوقات كتيرة جدا تلاقي يعني كابتن عفيف هو بيزعلك في انسحاب إجباري من لعيبة الإنتاج الحرق. تمام. لا النادي الاهلي بيدافع بيهاجم بكل خطوطه بكل قواه عشان يجيب، مع انه متعادل يعني التعادل بالنسبه له مش هزيمه، لكن هو بالنسبه له التعادل هزيمه بالظبط. تمام. فبزود على كلامك حته الاصرار، اجايه اللي هو النهارده اجايه دي بقى فرصه لو عادها 10 مرات مش هيضيعها. يعني لو هو حد يضيعها مش هيضيعها، لو ساب الكره تخبط فيها تخش طبعا بتبقى جايه من ايه، عدم توفيق اجايه النهارده. علي معلول احمد فتحي عمل مجهود غير طبيعي في الحته الهجوميه وبالذات علي معلول، لكن للاسف ما استغلاش الانتاج الحربي في دايما الحته اللي ورا علي معلول دي فاضيه. يمكن هو كان منزل له في الاول عباس اميدو لكن ما قدرش عليه دفاعيا. نفس الكلام تغييرات النادي الاهلي برضو يعني ايه ما اثمرتش قوي، ما حسيناش بالتغيير الا وليد سليمان. يعني وليد سليمان شكل خطوره. بص كابتن علاء وليد سليمان وليد سليمان كنا دايما بنحطه الرابع بتاع عبد الله واجاييه ووليد ازارو، صح جه في الفتره الاخيره كابتن حسام بيريحه. طيب ده راي كابتن علاء نبيل انه لعيبه الاهلي عندها اصرار، ويمكن قال جمله قالها الاستاذ حسن المستكاوي رغم ان ده في استوديو ده في استوديو الاثنين، قال لك احنا كنا قاعدين منتظرين الاهلي يجيب الجون. ده ليه؟ لانه في فاعليه، في اصرار، في لعب هجومي صريح، في ضغط، في حرص شديد جدا على تحقيق الهدف. مقاوماته واضحه حتى وان اختلفت الاستديوهات، لكن هل الاهلي استحق الفوز؟ نشوف الكابتن فتحي مبروك في النيل الرياضه. لا انا الشوط الثاني النادي الاهلي افضل بكتير. الشوط الاهلي يمكن النادي الاهلي اضاع فرص كتير جدا، اضاع وليد ازارو، اضاع اجاييو، اضاع وليد سليمان في القوائم والفاولات والحاجات المباشره كانت بتلعب على مرمى الانتاج. النادي الاهلي افضل بكتير من الشوط الثاني. النادي الاهلي يستحق الفوز. النادي الاهلي اداؤه الهجومي يمكن ثاني شوط طبعا علي معلول واحمد فتحي كانوا شغالين كويس قوي، وليد سليمان لما نزل فرق في الناحيه الشمال فرق جامد قوي، فكان بياخد ضربات حره وكان مصدر خطوره على فرقه الانتاج الحربي. فرقه الانتاج الحربي ابتدى خلاص يعني التغييرات حتى بتاع الكابتن مختار برضو كان حريص في الناحيه الدفاعيه اكتر. النادي الاهلي يستحق الفوز لانه النادي الاهلي زي ما قلت لك فنيا حتى فرقه الانتاج الحربي بالرغم من ان هي الشوط الاول يمكن كان فيه برضو نسبه استحواذ وتعادلت بضرب الجزاء، ولكن النادي الاهلي افضل بكثير من الشوط الثاني. حتى احنا الانتاج الحربي ما شفناش اي هجمه ليه فيها خطوره على مرمى النادي الاهلي ثاني شوط. خلاص عرفنا اسباب لا قضيه اليوم بقى قضيه اليوم الفير بلاي. لا ما انا ليه علقت على كلمه الفير بلاي بتاعت لان الفير بلاي بتاعت معيار الفير بلاي بتاع الكابتن الدكتور طه اسماعيل مختلف قوي عن الفير بلاي عند الكابتن مختار الذي نشيد بحرصه واحترامه لمسؤوليته انه كان عايز يقام وكان عايز يعمل نتيجة إيجابية من النادي الأهلي ولو بالتعادل. خلاص؟ بس هذا لا يدعوه أنه يتحدث وهو غاضب أن الأهلي مطالب بالفير بلاي أكتر من كده. عايزين نسمعوا إيه اللي مزعله، إيه الفير بلاي اللي ما عملوش النادي الأهلي. الأول عشان نقول لك هو هنرد عليه بالنموذج اللي خلى الأهلي يعمل كده إيه. عايزين نشوف. وكنت بتمنى زي ما انا قلت في الـ في الـ في الـ في, الـ في المؤتمر ان الروح الرياضيه تسود. بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا في حاجه متعارف عليها ان لما لعيب بيقع في الملعب وبيقع في 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 اصابه شديده شويه الكره بتطلع بره، وده يعني اكيد ان ده اهم من المكسب والخساره.
بالنسبة يعني متعرف عليك لعيبة ومتعرف عليك كمان كتحكيم. عندنا ما شاء الله الحاجة كابتن محمد فاروق حسب في أول تايم واحدة لعيبة في النادي الأهلي وقع وقف اللعب، وده أمر محمود بالنسبة له وده حاجة كويسة قوي. لكن لما كمان الخصم يحصل له الكلام ده كان لازم أقف، كان لازم أقف. لكن أكيد أنا مش عارف هو يعني خلى اللعب يستمر ليه لأي سبب، وخصوصا إن كان في حاجة في أول تايم. التانية بقى كنت بتمنى برضو من لعيبة النادي الأهلي إن الروح الرياضية اللي إحنا متعارف عليها أهم بكتير جدا مكسب الخسارة. عايز رأيي أنا بقى؟ طيب أقول رأيك. نقول رأيي في الأول. شوفوا كابتن مختار معاه كل الحق، إلا حتة معاه كل الحق في جزئية إنه الفير بلاي أو بلاش الفير بلاي، طبيعة المنافسة، النواحي الأخلاقية، الاعتبار الإنساني. بالمناسبة هقول لكم على تفصيلة، الاتحاد الدولي عامل ورشة عمل في روسيا بمناسبة كأس العالم، بيضيف حتة للتعامل مع المباريات في الناحية الطبية، في ناحية إصابات اللاعبين هشرحها لكم بس لما نشوف موضوع الكابتن مختار. كابتن مختار معاه كل الحق، وأنا شخصيا بيضايقني كتير جدا إن ألاقي لعيب واقع في الملعب والفريق التاني حتى لو كان الاهلي مكمل وما بيطلعش الكوره. بس زي ما رد عليه كابتن حسن مسكاوي، لا يا سيدي هي دي اصابات. هو احنا بس ليه هنروح لحسن مسكاوي؟ لا في حاجات تانية. مفيش، مش حسن مسكاوي، انا سمعتها. لا ما كاتب حسن مسكاوي وقال راي كده، لكن انت عايز ما نقولش الفيديو الجاي؟ ما هو اللي جاي، ما انا خلينا اكمل. انت بتستشهد دلوقتي؟ خلينا اكمل. مهندس عادلي مستعجل شوية. لا مستعجل طبعا، انا اصلي مختلف معاك تماما. طيب لا، لاني انا عايز الغي فكره ان الفير بلاي لما لعيب يقع اطلع عن الكوره بره. وانا لا، على فكره التعديل الجديد الحكم بيجبر انه لازم يوقف. لا قبل ما تقول التعديل الجديد انت بتاخده من بقي. وانا ما اعرفش بالتعديل ده. اذا كان الحكم مش مقدر الاصابه خطر، انا بقى اتمنظر واطلع كوره مع كل لعيب يقع؟ هي دي بقى النقطه، هي دي نقطه الخلاف. هل اللعيبه دي بتتعور بجد ولا بتستهبل وبتدعي الاصابه وتضيع وقت؟ مش بس تضيع وقت، الاول هنشوف لاعب الانتاج اللي الكابتن مختار بيتكلم عليه رقم 7 لما وقع هل كان مصاب ولا لا، ورجعوا لشريط المباراه هتلاقوا كل واقعه واحد وقع مجرد ما الدكتور ينزل له وكانه المس السحري، حط ايده عليه يقوم ويقوم يخبط رجله في الارض كده ويكمل زي الجن، او يطلع بره ويلف عشان يعطل اللعب وينزل تاني. الامور دي قانونيا لازم ياخد انذار، ادعاء الاصابه لتعطيل اللعب هو ده القانون يا كابتن مختار. مش فكره ان اللعيبه ما عندهاش فير بلاي ومش حريصه على قيم الرياضه، اللي هي طبعا انا معاك اهم، بس الاهم منها الاستهبال وادعاء الاصابه. ونشوف اللقطه. صراحه مش واضحة تماما انها خرجت بكامل هيئتها واستدارتها. عباس اللعيب واقع اول ما الكره راحت للزمان راح ايه في الدقيقه 19 بعد التعادل. بعد التعادل لا يعني، بس انا بس عايزين نتكلم في حته ان احنا نختصر الفير بلاي. ها فير بلاي ما اللعب النظيف عشان الناس تبقى فاهمه. اللعب النظيف، اللعب النظيف انك ما تتعمدش ايذاء خصمك. اللعب النظيف انك ما تضيعش وقت. اللعب النظيف انك انت تلعب باصرار مهما كان موقفك. ها حتى لو بتهبط تلعب باصرار عشان تفوز، الاجل اللعب لاجل الفوز. لو انت فائز ومرتاح ما يحصلش اتفاق. بص اللقطه بس المهم، لان اللقطه استنى. اهم من الكلام اهو، هيقوم بقى. هيقوم ليه؟ حد نزل له؟ لا استنى، هيقوم ليه؟ عشان راحت عليه هجمه. لا استنى، هو والهجمه عليه واقع. بص بقى قطع الكوره دي كمل يا حبيبي كمل اهو، راح قايم اول ما زميله بص الكوره قام منطلق عشان يبقى جزء منها. هو ده المصاب. انا بقى اطلع انا كوره عشان هو ده المصاب. لا مش بصرف النظر بقى، يعني انا عايز اقول ايه، الفير بلاي. لا وانت ما وانت الفير بلاي يا كابتن مصطفى، يا كابتن مختار ما تقولش عليها ضربتين جزاء.
ما خلينا بقى شيك قوي كابتن مختار، يعني انت خدت ضربه جزاء ما حدش ده في جريمه تانية خالص. هو اسامه محمد الباك ليفت لما يدخل الدخله دي في احمد حمودي فير بلاي وما ياخدش كارت احمر، يعني اسامه محمد يروح مع فرقته في الاتوبيس واحمد حمودي يروح بيته في الاسعاف، خرج من الملعب في الاسعاف على المستشفى وما خدش كارت احمر. ولا هل تعمد العنف بالضرب بهذا الشكل اللي لو اللقطه جاهزه هتشوفه اسامه محمد وهو داخل في رجل احمد حمودي كان الادعى بالكابتن مختار اللي بالمناسبه بطل كوره علشان ضربه زي كده من سعيد الشيشيني في الاهلي والمقاولين. فانا اعتقد هو ده الفير بلاي، ان انا امنع لعيب عندي من تعمد الايذاء يكمل في رجل لاعب بالعنف ده والقسوه دي ويلعبوا بغيره اقول له ما يصحش وادعوا الاصابه وانا اطلع لك الكوره. انا لما مدرب ما تطلعش الكوره ان الحكم ما صفرش، لو الحكم شايفها ما فيهاش ما صفر. طيب قبل ما نروح للتحكيم قبل ما نروح للتحكيم في المباراه ديت لانه كان مساله مهمه، الاتحاد الدولي في ورشه العمل اللي عاملها في روسيا عشان كاس العالم هيعمل سيكشن في المقصوره زي النجده اسعافات طبيه، المباراه بتتصور بكاميرا خاصه جدا للمساعد الدكتور اللي موجود، الفرقتين اللي بيلعبوا في مساعد للطبيب بتاع كل فريق بيشوفوا كل وقعه بحيث انه بتصوير خاص جدا مجرد ما اللاعب بيقع بالاتصال بين مساعد الطبيب وطبيب الفرقه قبل ما ينزل الملعب يقول له عنده كذا الحق فيه كذا، وبيدي الحق للجهاز الطبي ينزل للملعب دون انتظار ان الحكم يلتفت او لا يلتفت. ده منتهى الخطوره ابراهيم. لا هو ده انت عمال تدخل العنصر البشري بقى وتقديراته. لا وتبتدي بقى مرتشي والنبي ما هو اللي موجودين دول اطباء. لا يا عم اطباء هيشوف ايه من المقصوره ده؟ لا هو بتصوير، هو مش هيشوف، هو عنده مونيتور بيجيب له تصوير خاص. طب هيبتدي يقول لك اصل في الدكتور ده متواطئ. هنخش في واحد جديد. في لعيب بيموت. يا سيدي يعني اللي بيموت ده حكم بقى على الارواح. استاذ ابراهيم ما نقعدش كل شويه نحط حاجه. احنا عايزين نشيل حاجات مش نحط حاجات. انت كده هتوقف اللعب كل ثانيه يعني ايه يعني ايه تلاقي جون؟ طب اسمع الدكتور ممكن يقول لك انا نزلت انا سمعت حد بيقول لي انزل. هتعمل فيه ايه؟ تحقق بقى كل ماتش ولا كل شويه تلاقي دكتور في الملعب؟ ايه تبويز الكوره ده؟ طيب. الغي ان اللعيب يطلع الكوره ها ما دام الحكم لم يصفر. دور الحكم هو اللي يوقف اللعب مش اللعيبه. طيب بدور الحكم ان احنا نشوف الكابتن محمد فاروق غير الموفق بالمره في ادارته لهذه المباراه، الاخطاء الفادحه اللي وقع فيها عشان الكابتن يبقى عارف ايه. ولا اللي قبليها مع الاهلي ولا اللي قبل اللي قبليها مع الاهلي هو بارع في احتساب ضربات الجزاء ضد الاهلي ولا يحتسب للاهلي حقه ويدي انذارات لعيبه الاهلي. وهو يشعر انه كده بقى الحكم القوي المتحكم. يعني انت 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 بتنهي ايامك يا كابتن فاروق، لازم تدي اقوى مواسمك. خلاص انت مش هتصنف. ما يعني بلاش بقى تدوس على الاهلي عشان تبان ان انت الراجل اللي ما بيهمكش. لا الراجل اللي ما بيهموش الكابتن جمال الغندور احتسب للزمالك 4 ضربات جزاء في مباراة. زمالك وقناة. والقناة، واحتسب للقناة ضربة جزاء. محدش يعني ده حكم احتسب اللي شايفه. فأنت أنت احتسب اللي أنت شايفه واللي سامعه. أنت سمعت مرة رأي الحكم الخامس في لعبة الأهلي ولم تسمع له في ضربة الجزاء بتاعت الأهلي. بالظبط. الله. انت هنا متاكد وهنا مش متاكد، ايه الكلام ده؟ طب نشوف راي الكابتن جمال الغندور في الاداء التحكيمي في هذه المباراه. انذار، طريقه الدخول ولا اعتراض، اللعب مشي وبعدين لقينا نفسنا بنرجع تاني. نرجع تاني عشان نشوف انه توقيع انذار ولا المخالفة هنا مشيت بدون انذار. ما وضحتناش الكام ادي انذار خلاص، يبقى هنا الانذار. تعالوا بقى نشوف اللعبة اللي بعد كده.
شوف هنا اللعب استمر، او بمعنى اصح لم يحتسب في هذه المخالفة شيء. ونشوف الإعادة وحنلاقي هنا أسامة حسن اللاعب اللي عنده إنذار، ونلاقي هنا أقصى درجات التهور، أقصى درجات التهور، بل بالعكس من الممكن أن تصل في هذا المكان وخاصة أنكل الرجل إلى اللعب العنيف، لأنه اللعب موجود، الكرة موجودة، اللعب العنيف في هذا المكان ويسبب إيذاء كبير جدا للاعب. ولو طلع الكارت الأحمر مباشرة في هذه الحالة هتفق فيه مع الحكم، ولو طلع البطاقة الصفراء للتهور مع الإنذار الأول كان يجب أو كان المفروض أنه هذا اللاعب يكون خارج الميدان من الدقيقة 35. إذن في وقت مبكر من الشوط الأول كان يجب على هذا اللاعب أن يكون خارج الملعب، ده كمان عنده إنذار. يعني يا راجل ده المصيبة اللي عاملها دي تعمل فيها محضر، مش ياخد كارت، شاف عامل ازاي مش ياخد فيها كارت، ده الراجل روح في الإسعاف ما خدش كارت أصفر لأنه عنده كارت. أنتوا متخيلين إن دي يتعمل فيها كارت أحمر ومحضر لأنه تعمد إيذاء واضح جدا يا كابتن مختار؟ ما حدش يتكلم على انه تعمد الإيذاء بهذا الشكل البشع جدا اللي خلى لعيب يطلع على المستشفى ما ياخدش كارت اصفر. لا، الكابتن مختار طبق معايير الفير بلاي وقال للعيبه ده مش اسلوب لعب، ولا الحكم طبق معايير الفير بلاي وعاقب اللاعب انه عاقب اللاعب وده الاهلي حقه. ابدا، لاعب بيطلع مطاح به ها وبيتغير من غير ما يدي انذار لانه عارف انه مدي انذار. طيب لم يكن عنده فير بلاي الكابتن محمد فاروق في هذه المباراه، واللي يزعل يزعل واللي عايز يجادلني يتفضل يجادلني. ده صحيح. كمان الكابتن جمال الغندور، احنا هنسمحك في ايه؟ احنا محتاجين للمباراه. لا طبعا، لكن ده مش اسلوب تحكيم ابدا. في ماتش طلائع الجيش التحكيم يكون على هذا المستوى ويجيب لي حكم دولي يحكم لي على هذا المستوى؟ ده عدم فير بلاي تماما. ناس عارفه هي بتعمل ايه في الملعب، مش اخطاء بشر دي، مفيش اخطاء هنا حتى في ضربتين الجزاء دول. ده هم دول اللي باينوا انه مفيش اخطاء. طب ما نشوف اه نشوف جمال الغندور. نروح لحالتين مهمين جدا ونشوف هنا اولهم ركلة جزاء لم تحتسب للنادي الأهلي. ركلة جزاء لما نشوف إعادتها، يلا ورينا الإعادة. تاني هنا مفيش مشكلة، تاني هنا عدى بالكورة، أدي العرقلة أهي، في لقطة أخيرة هتبين لنا بشكل أوضح العرقلة داخل منطقة الجزاء، يمكن هنا تبان أكتر. هنا أهي أدي العرقلة، أدي الحذاء الأحمر أهو بالشراب الأصفر أو عرقلة، عرقلة بمعنى كلمة العرقلة، ركلة جزاء لم تحتسب. نشوف حالة تانية، لمسة يد ولا لأ؟ عندنا أمثلة كتيرة، خرجت الإيد، طالما خرجت الإيد واصطدمت بها الكرة تبقى لمسة يد، لمسة يد واضحة أهي أهي، مش في محيط الجسم الإيد، وبالتالي لمسة اليد موجودة. هو بره ولا جوه بقى؟ إحنا عندنا المباراة دي هي الهامة، فحتى لو خدنا وقتها داخل منطقة الجزاء خلاص. يبقى إذن هنا لمسة يد داخل منطقة الجزاء فيما يعني ركلة جزاء لم تحتسب. إذن هذه ركلة جزاء أخرى لم تحتسب في الدقيقة 95. الصبر يا رب. يعني أنت كابتن محمد في الكورتين مواجه للاعب بينك وبينه عدة أمتار، في الكوره اللي فيها زحمه ولخمه حسبتها ضربه جزاء بضمير مطمئن بعد دقيقتين من احراز جون النادي الاهلي، لم تطرد لاعبا للايذاء المتعمد وكانك ندمت على اعطائه في الانذار وقلت يا ريتني ما استعجلت كنت اديته الانذار في دي كان بقى شكلي افضل، بس ربنا اراد ان يظهر النوايا انك اديت انذار فما قدرتش تدي الانذار الثاني اللي هو اضعف الايمان وانت تقدر تدي كارت احمر. كلامي ليك يا كابتن محمد فاروق، كلامي ليك مباشرة،
انا اللي هكلم كابتن عصام عبد الفتاح لاني يئست، والراجل يئس بس مش قادر يعترف يعني. اما انك تبقى فاهم ان الاهلي مش محتاج للمباراه، ده كلام انت كده بتطبق معايير عدم الفير بلاي، خليك انت فير. ضربتين جزاء غير محتسبتين ولا اوضح، حط بقى الاربع ضربات جزاء بتوع طلاع جيش والمفارقه، ان في الماتشين اتحسبوا ضربتين جزاء فيهم جدل، وخصوصا ضربه الثلاثيه اللي خبطت في ايده وايده جنب وسطه شرحت من جسمه على ايده بالظبط، فهو تاكد منها، لكن ما تاكدش بقى من الاربع ضربات جزاء التانية اللي مش عايزين نعيد المواقف، يعني ايه اللي اضطرينا. طيب الوقائع ديت واضحه، يخرج كابتن خالد الغندور في الإذاعة يقول طب وإيه يعني؟ ما هو الأهلي مش محتاج الماتش. أيوه دي المعيار. محمد فاروق ما هو ده اللي قبل كده لما الأهلي كان محتاج ضربة الجزاء حسبها له وفكر بواقعة أو ذكرها بواقعة. نسمع الأول الكابتن خالد الغندور ونشوف لكم صحة الواقعة اللي هو استشهد بيها. لكن عايز اقول حاجه، مش عايزين ايه رغي وكلام كتير على فكره ان الاهلي اتظلم تحكيميا. ليه بقى؟ ليه يا احمد؟ قول لي ليه؟ عشان الدوري انتهى. بالظبط كده. انت لما بتيجي بتكون في لغط تحكيمي، بيكون لغط تحكيمي اما يكون مثلا الاهلي فارق نقطه نقطتين عن الزمالك عن الاسماعيلي عن بتاع، فما بتيجي اخطاء تحكيميه مثلا الكابتن محمد فاروق هي لا، اولا الاهلي كسب تمام؟ يعني لم تؤثر على نتيجة اللقاء. نمرة اتنين، حتى الأهلي لو ما كسبش، الأهلي فارق 18 أو 20 بونت عن أي فريق. وبالتالي وإحنا في نهاية الدوري خلاص، يعني فاضل بتاع 9 أسابيع أو حاجة. فخلاص الموضوع منتهي. لكن هنا بقى هقول لك محمد فاروق مثلا. يبقى للذكرى والتاريخ، محمد فاروق احتسب ضربة جزاء من بره ال 18 غير صحيحه لمحمد ابو تريكه في ماتش حاره 90 على العرض، وكان هناك تنافسا ما بين الاسماعيلي والنادي الاهلي على ما اعتقد او ما اتذكر. وفي هذا لا ما كانش فيه منافسه اصلا في هذا الموسم. الاهلي كان بيعمل ارقام قياسيه لوحده في الموسم ده. متاكد؟ اه متاكد. اللي هو الموسم ده اللي هم لعبوا فيه مباراه فاصله ايه؟ لا مش هو ده. ماشي هو ده. يعني انا قصدي ايه؟ بص حتى مثلا لما كان الزمالك بينافس 2015 هو الاهلي او حتى 2016. طيب كابتن خالد الغندور وجهه نظره انه ما هو ده اللي محمد فاروق، عشان دي مباراه مش مؤثره مش فارقه فيحسب او ما يحسبش، مش ده الموضوع رغم ان ده كلام مش صحيح. لكن هو استشهد بواقع، قال لك مش ده محمد فاروق اللي في 2004 2005 احتسب ضربه جزاء غير صحيحه لمحمد ابو تريكه لانه الاهلي وقتها كان محتاج هذه المباراه، وقال انه لما الاهلي كان محتاج ضربه الجزاء اداها له. طيب عشان بس الذاكره، موسم 2004 2005 محمد فاروق لما احتسب ضربه جزاء للاهلي دي كانت في الاسبوع رقم 11. هل كان الاهلي محتاج المكسب ساعتها والدنيا زي ما خالد الغندور قال واقف على هذه الضربه؟ لا، الحقيقه ان في هذا الموسم وقت ما احتسبت هذه الضربه في مباراه للاهلي كان الاسبوع ال11 الاهلي كان متقدم على الزمالك بسبع نقط كامله. الاهلي كان عنده 30 نقطه والزمالك كان عنده 23 نقطه. فين بقى ان الاهلي كان مزنوق وعايز الماتش؟ موسم 2004 2005 نفسه يا كابتن خالد هو ده الموسم اللي الاهلي فاز فيه ب 24 مباراه من 26، تعادل مرتين بس. فاز في هذا الموسم وقتها 2004 2005 من المواسم الناريه للاهلي، فاز في 17 مباراه متتاليه. يعني الفوز اللي كان على حرس الحدود كان الفوز رقم 11 من 11 مباراه. الفكرة كلها مش ان انا تعرف الموسم محتاج ولا مش محتاج، المحتاج الصح ده حق ولا مش حق. قعدوا يتكلموا على ضربة الجزاء دي والزمالك يتراجع. فالكابتن جمال عبد الحميد طالع مع الاستاذ محمد جمال الناقد احمد جمال. فبيقول له ضربة جزاء يا كابتن
ابو تريكه اللي هي كانت من الخارج وحسبها له من الداخل، قال له ده الفرق 17 بونت يا كابتن جمال، كان وصل الفرق 17 بونت. اه لان الموسم انتهى الفرق بين الاهلي والزمالك 40 بونت 38 بونت. طيب فقال له ده الفرق 17 بونت، ولسه بنتكلم على ضربه الجزاء اللي كانت من الخارج واحتسبت لابو تريكه، وكان الحكم مين على فكره؟ سمير عثمان. اه ما كانش الحكم محمد فاروق؟ لا كان محمد فاروق في الماتش ده. اه محمد فاروق زميل او الكابتن خالد الغندور لم يتحدث في هذا الاسبوع عن ضربه الجزاء اللي لم تحتسب للنصر قدام الزمالك اللي تغاضى عنها الحكم ابراهيم نور الدين اللي ازاي اتعين لهذه المباراه. النصر متقدم 1-0 وما اتحسبلوش ضربه جزاء. نشوف راي الكابتن جمال الغندور. نشوف لعبه ثانيه مهمه جدا. ادي الحاله الراجل رايح وسكته الكوره وهناك دفع في جسمه أسقطه أرضا ودفع بقوة، يعني ركلة حرة مباشرة داخل منطقة الجزاء. عايز أعرف إيه دي في كرة القدم غير إنها مخالفة؟ أدي اللاعب معاك كورة، ها إيه اللي حصل؟ تم إبعاده عن سكة الكرة وحصلت عليها، هل ده بطريق شرعي؟ وتركتها لحارس المرمى، هل ده تم بطريق شرعي؟ لا طبعا لم يتم بطريق شرعي، في استخدام واضح أهو لليد تاني أهي، شوفوا حضراتكم اهي، ادي استخدام يد خرجت من الجسم ودفعت اللاعب. الدفع موجود، زاويه رؤيه الحكم موجوده اهي، نشوف كمل اهو زاويه رؤيه الحكم. هل الحكم المساءل الاضافي هنا ممكن يكون له دور؟ اه طبعا ممكن يكون له دور، ويجب ان يتعاون مع حكم المباراه في هذه الحاله. انا بالنسبه لي هذه الحاله او هذه اللعبه ايضا هي ركله جزاء لم تحتسب لصالح النصر. هو يعني المشكلة ده ما فيش أوضح من كده، يعني الكابتن حتى جمال غندور في إيه تاني ما حصلش؟ محدش جنبهم، في إيه تاني؟ والراجل يعني الإعاقة بهذا الشكل الواضح للاعب منفرد، بهذا الدفع الواضح ولم يتجه إلى الكورة المدافع، والنصر متقدم 1-0. هي دي بقى الضربات المؤثرة في نتائج المباريات. أيوة طبعا. بس مش ده المشكلة، هي المشكلة هو الكابتن إبراهيم نور الدين لما نوصل لمرحلة انه يتم استئذان نادي عشان اعين له حكم، لا نبقى بنهرج جدا. ولما يقول ده زميل صحفي منتمي للزمالك يبقى مفيش اوثق ولا اصدق من كلام اسلام صادق. نسمعه لانه ده كارثه. انت النهارده بتتكلم على مباراه النصر، هي مش صح. النهارده لما تكسب فريق زي النصر ما حققش غير فوزين بس في الدوري وهو هابط للدوري، انت النهارده للدوري القسم الثاني بتلاعب فريق من الدرجه الثانيه، بتلاعب فريق الدرجه الثانيه بيتقدم عليك بفارق هدف، كاد ان يسجل الهدف الثاني لولا مساعده ابراهيم نور الدين سوري. النهارده ابراهيم نور الدين ساعد الزمالك؟ اكيد الزمالك النهارده فاز على النصر بمساعدة إبراهيم نور الدين حكم المباراة. لو قلت لك على الكواليس اللي حصلت النهاردة في مباراة الزمالك قبل مباراة الزمالك والنصر، هتفاجأ أن تم تعيين إبراهيم نور الدين حكم المباراة بعد استئذان رئيس نادي الزمالك، وبالتالي طبعا وقع غريبة جدا. تم استئذان رئيس نادي الزمالك بتعيين الكابتن ابراهيم نور الدين حكما لمباراه الفريق امام النصر. اه مين اللي استاذنه؟ صمعت فتاح. قال له ايه بالظبط بقى؟ معاك معلومه صعبه. اجرى اتصالا قبل المباراه برئيس نادي الزمالك واستاذنه بتعيين ابراهيم نور الدين للمباراه، وقال له دي مباراه سهله والنصر الاهلي كسبوا 5، وبالتالي من السهوله ان نادي الزمالك هيخوض مباراه طبيعيه. ومن هنا تيجي تسأل السؤال، لماذا لم يحتسب إبراهيم نور الدين ركلة الجزاء الثانية لنادي النصر؟ ومن هنا نبقى قدام كارثة بجد، قدام كارثة بكل المعاني. فات على الكلام ده كام يوم، لكابتن عصام عبد الفتاح طلع نفى
انه ما اتصلش بالاستاذ مرتضى منصور عشان يستأذن سيادته انه الكابتن ابراهيم نور الدين يحكم هذه المباراة. اظن لحد فينا سمع للكابتن عصام عبد الفتاح اتصال ولا نفي للواقع، ولا الاستاذ مرتضى منصور نفى استقباله هذا الاتصال وهذا الاستئذان. وده مش كلامنا، اسلام صادق الراجل زملكاوي محسوب على الزمالك. لا هاني حتحوت المذيع زملكاوي محسوب على الزمالك. والدكور زملكاوي محسوب على، والكلام واضح وصريح. الدكور خد بالك. وبعد كده يجي التفسير المباشر. وعشان كده ابراهيم نور الدين ما حسبش البلد. النبي اصل الموقف ده كمان. انت خد بالك من الدكور؟ اه. ابيض واحمر. اه. يعني 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 في يعني من A to Z ها؟ آه. انت قاعد في استوديو زملكاوي. صحيح 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 ان هاني حتحوت نفسه هادي. ايوه. ها؟ لكن في القلب في القلب. لكن انا بحيي اسلام صادق. اسلام صادق وهو زملكاوي. انا بختلف معاه كتير في الاراء. زملكاوي عنيف. لكنه ذكر واقعه لم يرد عليها. اه؟ ولذلك اسمع بقى انا هقف هنا لقطه، انا ايه اللي مخليني بتكلم بهذا الوضوح؟ وانا عايز يجادلني احد. لان المعيار اللي هم حاطينه قالوا كابتن الشناوي كان مع زميل ابراهيم فايق اظن وبيتكلم، فبيقولوا اصل في الاخر بيتكلموا عن اهميه الحكم الخامس. هو 14 وقع حاله وفق في 10 واخفق في 4. ما هو ال 10 دول كان ممكن لو ما فيش حكم خامس ما كانوش يتحاسبوا. فقال له وده بشر واخطاء البشر وارده، خلاص هنتعامل من هنا ورايح على ان الحكام بشر من حقهم ان يخطئوا، والحكام بشر من حقنا ان نحاسبهم. ما هو ما تاخدش الميزه البشريه في الخطا، ايضا من يخطئ يحاسب. طيب الراي العام هتعامل معاكم بهذا المعيار ان الحكام بشر. الحكام بشر لكن الناس المسؤوله عنهم بشر من نوع تاني، لانه ده بيفكرنا بالمكالمة اللي كانت دارت ما بين الأستاذ ثروت سويلم مع الكابتن وجيه أحمد، وهو بيقول له عين له الحكم فلان، كان بيتكلم على مرتضى منصور، عين له صاحبه فلان عشان ده اللي بيريحه. ده كان التدخل وده كان التأثير وده كان الفساد. رئيس لجنة حكام بيعين أو بيستطيب خاطر رئيس نادي عشان يعين له اللي يريحه، ثم رئيس لجنة حكام يستأذن رئيس نادي عشان يعين له حكم فلاني. وانا انا لسه بقول لكم واقعه اسلام صادق تظل حقيقيه ما لم ينفيها احد من الطرفين، لكن حتى الان ما جرؤش حد منهم ينفي ده. لكن لو عايزين بقى، لانه ان الاوان بقى نغمه الاهلي بيكسب بالحكام والكلام الفارغ اللي انتم تسمعوه والناس عايشه عليه يبان امره ويبان تاثيره بجد وايه حقيقته. لو عايزين تشوفوا تأثير الحكام في قراراتهم هنفكركم بموسم 2014-2015 اللي فاز فيه الزمالك بالدوري، ازاي الحكم قدام تجاهل ضربتين جزاء امام حرس الحدود لصالح الاهلي، ده نفس الحكم محمد فاروق ونفس المحلل الكابتن جمال الغندور لما شرح الواقعتين، نفكركم بيهم. بقى. يلا اتفضل يا محمد، هقول لك نقف فين. اتفضل كمان 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 اقف هنا. هنا يا كابتن اللاعب شاف الكوره خلاص. اصبحت المسافه اللي انا حاسبه عليها من هنا من هنا لغايه اللاعب بتاع الحرس، المسافه دي تسمح له ان الكوره ما تجيش في ايده ولا لا؟ طبعا. مش كده ولا ايه؟ طبعا. انا ما قلتش من ساعه ما اتلعبت. ليه؟ من ساعة ما اتلعبت اللاعبين دول كان من الممكن ان هم يكونوا قافلين عليه خط رؤية الكورة. نعم. هنا شاف الكورة. تمام؟ ماشي بقى اللعبة. اتفضل لما تيجي في ايده هنا كاتب يبقى هو شايف الكورة. اوكي. ويقدر يبعد ايده عنها. يبقى ده تعمد. يبقى ده تعمد. حتى لو هو التعمد اللي هو الأصلي أو التعمد اللي بمعنى الكلمة هو حاطط ايده. شايف الكورة. لو الكرة مش شايفها ده موضوع تاني. لا حاطط ايده موديها. اذا هنا انا كان ممكن ابعد ايدي عن سكه الكرة، يبقى ده تعمد. اوكي. يبقى اذا هنا ركله جزاء لم تحتسب. لصالح النادي الاهلي. لصالح النادي الاهلي. لعبه مهمه جدا يا كابتن مدحت نشوفها مع بعض. هنا حارس المرمى طلع واصطدم بلاعب النادي الاهلي والكرة مشيت، وبعدين نشوف اللعبه في الاعاده. محمد نجيب اعتقد.
نشوف اللعبه تاني في الاعاده. نعم بس وقف معايا هنا محمد بس. لا لا بس امشي بقى واحده واحده، امشي واحده واحده، امشي واحده واحده. اتفضل اتفضل. ايه اللي حصل هنا؟ محمد نجيب لعب الكوره، حارس المرمى لعب ايه؟ لعب وشه. طيب ما الفرق بين طيب ما فيش اوضح من كده. بس تعالوا كمان نفكركم بضربه جزاء لم تحتسب للاهلي على فكره امام انبي، ده كان موسم 2008 2009 يا باشمهندس. المباراه دي انتهت 3-3. انا ليه بقول لك؟ عشان الساده نغمه الحكام والتحكيم يبقوا عارفين الموسم ده بالذات معجنه التحكيم دي كانت عامله ازاي وقتها. الموسم ده اللي فيه ماتش فاصل بالظبط. ده انت اخترت مباراه واحده عينه. لا ليه اخترناها؟ عشان بتاع فاروق هو القاسم الاعظم للثلاث مباريات دول. النتيجه كانت 3-1 لصالح الاهلي، لو احتسبها ضربه الجزاء ديت هتبقى 4-1. المباراه تقلب فيتعادل انبي مع الاهلي 3-3. نفكركم بضربه الجزاء للاهلي قدام انبي 2008 2009. وامام انبي كان النحس التحكيمي مقرونا مع الاهلي بالرقم 13، اذ رفض الحكم محمد فاروق وبغرابه احتساب ضربه جزاء لمصلحه محمد بركات رغم وضوحها، ليفقد الاهلي نقطتين اخريين. لا انا عايز اعلق تعليق صغير. اتفضل. في الدور الثاني مانو جوسيه قال انا هكسب فرق 15 بونت، وكان الفرق ساعتها 9 بونت عن الاسماعيلي. خلاص تم ايقاف مسيره الاهلي. اول ايقاف كان واحد حكم اسمه السيد حمدي سيد فتحي. سيد فتحي، السيد فتحي احتسب ضربه جزاء على الاهلي. ها ما حدش لمس حد، وجه ضربه وهميه راح جايبين منها جون امام الشرطه. طلع ضربتين جزاء مؤكدتين لابو تريكه وهو واقف، وجبناهم قبل كده لم يحتسبهم. ليظهر الحكم الاهلي خسر المباراه دي. استنى بس، في مباراه عشان الوقت ده هامنا. لا لا ما فيش ده هامنا الوقت ده، ده هامنا كمان. لا لحظه واحده. في الوقت ده سيد حمدي طلع مع التراس اسماعيلي في برنامج لابس فانيله بعديها بثلاث ماتشات. أيوة. وهو ما زال في الموسم نفسه. أيوة. لابس فانيله الاسماعيلي وقعد مع الجمهور وقال وبيقول الاهلي بيتجامل بالتحكيم. فادي مباراه وادي انبي مباراه. ها حتى مباراه حرس الحدود بيقول الاهلي يتجامل فيها عشان ابو تريكه دفع ضربه جزاء قبلها لم تحتسب، والماتش خلص 3-1 ما خلصش 2-1. ده الماتش خلص 3-1. العينات كتيرة قوي. بس للناس اللي بتقول لك الاهلي بيكسب بالحكام، هو فعلا بيكسب بالحكام اللي بيقفوا ضده. مش هتشوف ضربة جزاء بقوة. لا انبي ما اقدرش اشوف اي حاجة تاني. انبي انبي بس، واحنا بنبطل انت شوارب هتلاقيه هنا. لا انبي ما زعتهاش. انبي شفناها يا ابني في 9 8 مساء. طيب. الاهلي والداخلية الأسبوع رقم 27 ليقترب البطل أكثر فأكثر من النجمة الرابعة. دمتم للأهلي دائما، ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير. نلتقي في 9 مساء الخميس القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير.